لما تكونوا جاهزين قولوا لي. نحن نكفي المايكات ولا؟ اتفضل يا دكتور. طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. الليلة إن شاء الله يا جماعة الجلسة بتاعتنا هتكون جلسة، يعني جلسة عادية، يعني زي اللي إنه نحن اتلاقينا كده نتونس وكده عشان نطلع من الجو بتاع الأكاديميات والجو بتاع الرسميات وكده يعني. فدارين يعني برضو الزخم بتاع انه منتدى المنصه بتاعت الباحثين السودانيين وكده انها بس للبحوث، يس هي للبحوث وكل شيء، لكن في بحوث ثانيه، في ناس بيبحثوا في اعماق النفس الانسانيه، في ناس بيبحثوا في الفن بتاع الكلمه، تمام؟ فبرضه ده بحث. فالليله ان شاء الله المنصه بتاعتنا هتكون جميله جدا جدا، وحيكون معانا فيها يعني بدون مقدمات عماد براكه. عماد ده طبعا زول صاحبي جدا وانا مشتاق له، وما صدقت انه ذاته الليله لميت فيه لانه ما قادرين نتلموا فيس تو فيس صراحه يعني. فعشان كده يعني سمينا الجلسه ذاته وجها لوجه مع عماد يعني. فعماد، ازيك يا عماد؟ مرحبا بك، اهلا ايه ياسين اخبارك؟ يا اخي. طولنا والله منك عذاب. مشتاقين، وانا سعيد جدا انه اجتمع معاك، يعني الله برغم يديك انه قاعدين في العافية، بلد واحده لكن هو المسافات والظروف. الله يديك العافية. طبعا يا جماعة، عماد براكة غني عن التعريف، يعني الراجل من عطبرة، ويعني راجل يعني ممثل وكاتب روائي، لكن ما قاعد يكتب كثير. يعني عماد عنده يعني كم يعني عنده روايات بسيطة جدا جدا يعني. ف سريع كده، عنده رواية عطري نسائي اللي هي دي صدرت عن دار الحضارة للنشر سنة 2004، وطبعة تانية في دار الحضارة برضو في 2008، وبرضو دار عزة للنشر. وبعدين عنده رواية اسمها ذاكرة قبل المونتاج، دي برضو عن دار الحضارة للنشر اللي هي دي سنة 2015. لكن أنا صراحة شايف إنه يعني الهدف الجافي، ما قدرنا نقول الهدف الجافي الثواني الاخيره وكده، لكن الروايه صراحه يعني اثرت فيني تاثير ما عادي، وانا متاكد ان اي واحد قراها كده او قراها او حيقراها بمزاج حتاثر فيه، اللي هي الروايه دي اللي هي اسمها طاشير غياب. طبعا طاشير غياب دي يعني انا ما عارف، اول حاجه انا داري ادي عماد اقول لنا ليه سميتها طاشير غياب قبل كل شيء. والله طبعا انا كنت موفق افتكر في التسميه دي ذاتها، يعني فعاده ما قعد افكر في تسميه الروايه اثناء، يعني قبل ما اكتبها ولا حاجه، فبخلي الحاجه تجي لما تجي براي، يعني جات كده يعني اثناء الكتابه، جاتني الاسم جاني اثناء الكتابه يعني، فما كنت بفتش فيه يعني او يعني جاهد انه لازم احدد اسم من الاول وكده، فيعني وكان مناسب جدا مع الفكره حقت الروايه يعني، فحتى ما بتذكر هي جات كيف يعني، انا اثناء الكتابه فجاه ظهرت اسم تاشيره، يعني كان في تاشيره، التاشيره كان لانه كان المساله عندها علاقه باللجوء والسفر، وكان التاشيره موجوده لكن الغياب ده جاء كده اثناء الكتابه. سبحان الله. الروايه طبعا يا جماعه مليانه بشخوص، وانا حسب يعني قرايتي للروايه، يعني عماد يتناول فئه معينه اللي هي فئه الفنانين، يعني الناس الشعراء الرسامين الكتاب، يعني بس يتناول المجتمع بتاعهم ده، وبعدين اخذ معاه المجتمع ده جابه للهجره. يعني حتى يعني مثلا شخصية عامر درويش يا عماد. ايوه، هو طبعا يعني الواحد الكاتب عموما، انا ده اتكلم عن الكاتب، يعني تخيل ليه الكاتب مفترض يكتب عن الحاجه اللي بيعرفها، يعني اول اجواء اللي بيعرفها عايشه، يعني انا ما بعرف اكتب مثلا عن الغريه لانه ما عشت في غريه، مثلا زي الكتاب اللي بيكتبوا عن الغريه لانه بيعرفوها تفاصيلها والجروف والاجواء بتاعتها، يعني فانا ما عشت في غريه، عشت كل حياتي في سكه حديد، دي الاجواء اللي عارف بكتب فيها، في الوسط الثقافي، الوسط الاعلامي، الاجواء دي يعني عشت فيها وبعرف تفاصيل يعني،
فعشان كده بكتب في الأجواء دي يعني، ما بقدر أعرف أكتب غير الحاجة اللي ما بعرفها يعني، ما بقدر أكتب فيها مثلا. نعم. ف طيب وديل زملائنا يعني الناس اللي بتكتب عنهم ديل تعرفهم يعني. طبعا الحاجة يعني أنا صراحة يا جماعة صراحة يعني الرواية دي يعني غرقان فيها لحد الثمال يعني الرواية دي أنا لما عماد ده داني ليها كانت سنة قبل سنة يوم 27 لما اتلاقينا في شبربوش يا عماد لو ايوه بتتذكر، ايوه وجبت لي الرواية دي وكده من يوم 27 لحد يعني دي سنة وشهر يعني بالضبط سنة وشهر، سنة وشهر أنا ممكن أكون قريتها 13 مرة. قريت طيب اكثر مني. قريتها أكثر منك أكيد. أيوه يعني الحاجة اللي أنا شدتني في الرواية شنو؟ الحتة بتاعت اللي هي بتاعت الهجرة، كلنا إحنا عانينا من الهجرة يعني هسه حتى الآن الليلة بتلقى بتخش في السوشيال ميديا بتاعت السوداني وكده بقول لك السنبك. فنحن بنلقى إنه عامر درويش وصاحبه ديل من الناس اللي هاجروا يعني هاجروا من السودان وأشرف ذاته اللي هو بطل الرواية يعني أشرف لكن ما هاجر زيهم، أشرف أخذ تأشيرة من السفارة الفرنسية وجا فرنسا، من فرنسا مشى هولندا وخش في السيستم بتاع اللجوء كده يعني لحد ما أخذ الإقامة بتاعته كده يعني كويس. لكن بالمقابل بنلقى إنه زملائه درسوا معاه في الجامعة وكانوا معاه في الوسط الفني اللي هم عامر درويش وقنديل يعني ديل هاجروا بالطريقه اللي هي الطريقه بتاعت السنبك وعانوا ما عانوا يعني قعدوا في مالطا اكلوا من البواقي بتاعت المطاعم وكل مره المهربه التونسيه تيجي تديهم وعد وهم يعني تخلفوا، بعد ذاك في واحد تقريبا من الافارقه انتحر لانه تعب ما قدر يتحمل. فالحاجات دي كلها انت لو ما هاجرتها ما بتحسها. صحيح صحيح راسي مثلا زول قرر الروايه دي وهو قاعد في السودان حتى لو مثلا يعني من الخرطوم ما مش عاش في حته ثانيه وكده ما بحس بالروايه دي زي يقراها ياسين الهاجر قرا في سوريا ومن سوريا جاء هولندا ومن هولندا جاء استقر في بريطانيا وبتوين الثلاثة محطات دي الكبيرة في الحلة يعني كانت الهجرة الأولى من القرية للمدينة وبعد ذاك في محطات في النص تمام. فالإحساس يعني أنا بالنسبة لي يعني أي ركن أو زاوية أو زقاق من الرواية دي بيمثل لي حاجة. صحيح بالضبط بالضبط ياسين. يعني كمان إضافة لكلامك، يعني في ناس هم يعني أنا وأنت برضو تلاقينا في ظروف اللجوء، تقابلنا في معسكرات اللجوء يعني، فدي كانت تعارفنا هناك يعني، عشنا الأجواء دي وبنعرفها كويس يعني. تخيل أنا بعرف ناس جو بنفس الطريقة الجوبة ناس عامر درويش يعني، وهم قروا الرواية دي كان تأثيرهم يعني المزرعة كان بالنسبة لهم مؤثرة جدا كمان، لأنه مروا بظروف البحر وماتوا منهم ناس يعني. ف يمكن الحكاوي اللي كان بيحكوا علينا الناس اللي غامروا أكتر مننا في إنه يجوا أوروبا، فكان لها تأثير جدا في إنه الواحد يكتب في يعني يكتب الحاجة دي يعني. الرواية دي بالتحديد أنا كتبتها للتأثير، هذا الكلام اللي لقيناه في أثناء تقديم اللجوء. ففي ناس فعلا مروا بظروف كانت محزنة وفقدوا أصحابهم يعني، في زي ما هو عامر درويش فقد قنديل يعني، وكان لها تأثير في حياته كلها يعني، حياته في يعني بعد ذاك هو بقى في غياب يعني، لغياب صاحبه ده يعني. ودي اللي هي جات منها فكرة تأشيرة الغياب ذاته، إنه هم في النهاية غابوا يعني. صحيح مؤلمة شديدة النهاية والفكرة الرواية، لكن هو ده واقع اللي حصل يعني. أنا ما أدري أقول حاجة ما مثالية يعني، ده الواقع اللي حصل لنا يعني. نعم. وهي ذاته الكلمة بتاعت تأشيرة غياب دي أنا عندي فهم ما بعرف أو إحساس أو حاجة كده يعني، دائما الزول اللي بيطلع من حتته حتى لو رجع ليها ما بكون هو الشخص زي ما هو طلع ولا بيلقى الحته نفس الحته يعني. ناس صحيح. انت لما يعني مثلا اصحابك اللي في السودان لما ترجع وهم اصحابك يعني لسه عندهم خاتين الوداد والحب ليك وكده، لكن هم ما بتلقاهم هم ولا انت بيلقوك انت يعني صحيح ولا كلامك صح، يعني. دي ملاحظة جيدة. ايوه
ايوه فعشان كده انا يعني انا بالنسبه لي يعني فعلا هي تاشيره ضياف. يعني حتى اشرف، يعني اشرف بطل الروايه انا بحتبره نجح. يعني كان يعني من من النماذج الجميله في السودانيين اللي هاجروا. يعني اشرف اللي هو في الروايه بطل الروايه، ايوه فاشرف يعني اشتغل. حتى هو لما مشى قابل، يعني الصدفه اللي خلته يقابل عامر درويش انه ماشي تريننج كورس، فتريننج كورس في مدينه ما هو ساكن في امستردام، والتريننج كورس ده في الغريه. ايوه فاثناء هو ماشي ونزل من القطر ومنتظر الرفيق اللي هو السوداني اللي هيجي يسكنه معاه او يوريه السكن بتاعه، بالصدفه في الغريه المهجوره، وحنيجي نتكلم عن الغريه المهجوره دي، وفي الحديقه اثناء ما اشرف ده منتظر الراجل ده بيظهر له عامر درويش. فعامر درويش اصلا يعني زميله في السودان كان، شوف انه يلاقيه بالصدفه زي ما بتحصل. يعني زي ما بتحصل انه انك انت، يعني انا في اتذكر في سنه 2000 في هولندا في غريه في شمال، فبالليل كده ماشي في واحد بينادني بيقول لي يا زول يا زول. طبعا يا زول دي خلاص يعني ده اكيد سوداني، يعني ما حد ايوه ما حيكون غير سوداني. فوقفته وقفته طوالي مع انه الجو ولا الزمان ولا المكان بيسمح انه انا اجيب، يعني برد وظلام وكده وقفته. فالراجل سلم علي، السلام عليكم. وعليكم السلام. سوداني انت مش كده؟ قلت له انا سوداني. قال لي من وين في السودان؟ انا صراحه يعني مش انه انا بتنكر للغريه بتاعتي، ولا بالعكس انا بحب الغريه بتاعتي. يعني حتى نحن رحلنا منها بدري في السودان، لكن ما زالت يعني في 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 احلامي. يمكن حلتنا دي انا بحلم بيها في الاسبوع 3 مرات لحد ما اولادي حفظوها يعني. فلكن قلت يا اخي الراجل ده انا لو قلت له من الحله دي ما حيعرفها، حيقعد يقول لي دي جم وين وكده. انا كاتيت شورت، قلت له يا اخي انا من المناقل، تمام؟ فقلت الراجل ده مستحيل يعرف المناقل. فقام قال لي يا اخي وين في المناقل؟ يا بطيخ. قلت له يا اخي انا قريت في واد سعيد، يعني قريت الابتدائي واسرتي كانت فيها يعني في واد سعيد. لا يا اخي، قال لي نحن ما في العماره جيرانكم. فطلع انه انا ما بعرفه شخصيا، لكن يعني قرينا سوا المتوسطه لا في حول نفس العمر، ومشينا كنا بنلعب كوره في مدرستنا. لا حول شيء كويس. غريب، صدفة فدي غريبة. سبحان أيوة الله نفس بقت الصدفة نفس بالضبط الصدفه بتاعت انه بالتالي عامر اللي هو اشرف يلاقي عامر قنديل. صح. فبعدينك انت قبل شوية نبهتني لنقطة محددة بأنه يعني هجرتنا دي اللي هي كانت بكل المستويات ففيها النجاح وفيها يعني انت برضو انت بتمثل اشرف الصافي زول النجاح يعني بالنسبه لنا اللي جينا انت ياسين دكتور ياسين يعني برضو توفقت جدا في مرقتك دي صح؟ والله ما وما توفيقه الا بالله. لكن شوف الانسان ده ما شوف يعني انا صراحه اتوفقت بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى باصحابي، طبعا اللي هو يعني دكتور ربعه تسع في قطر، وانت وحلاوه وادروب يعني وسماني، يعني كل شفت الناس، يعني الناس اصحابي ديل يعني هم، انا صراحه يعني هم كانوا بيقولي السند الستبس بتاعت السلالم اللي انا يا سلام بقدر اصليها. فالحته دي انا صراحه يعني ممنون جدا لاصحابي يعني. وبرضه الواحد طبعا ممتن لاهله، لكن اهله ده بيشوف انه ده الواجب، لكن كون انه صاحبك ده يقف معاك. يعني ايوه انا هسه قدمت الدعوه لدكتور ربعت، يعني المفروض كان يجي يحضر معنا. دكتور ربعت ده ما شاء الله من الناس برضه السودانيين اللي ما بتلقى زيهم. يعني ايوه ايوه دكتور ربعت ده شغال هسه في دكتور ربعت كباشي حسونه، يعني ابوه الله يرحمه الشاعر المعروف كباشي حسونه. يعني يا سلام ف دكتور ربعت ده اتعرفت به في سوريا يعني لما كنت بقرا هناك يا وكده، لكن شاهد. براكة نعم ممكن نشارك يا براكة؟ اجيب ده، ايوه اتفضل. اتفضل. طيب ده نشوف الفيديو. الو ايوه اتفضل. ايوه مرحبا بك يا براكة، كيف حالك يا اخي وضيف كريم والله. حسين الطيب يا اخي. ياسين ده كيف طبعا الصحة؟ ده حسين اخوي الاكبر مني طوالي. ما شاء الله تبارك الله.
اي صديقك ما اعرف اسمه منو، ياسر والله. ياسين حسن من الناس اللي اهلا ياسين عاشروا. حسن، ده مننا، ده اسم الفاميلي يعني. كيف حالك لا اخونا ياسين وازيك يا براك؟ ما عماد، عماد ذاته بيتلخبط مرات، بيضرب لي بيقول لي انا قاصد ياسين اخوي. حسن ياسين حسن اخونا اي الكبير، اي كيفك يا بالضبط اي ياسين؟ ان شاء الله كويس والله. الله انا سعيد يبارك جدا، عليك. وعماد رسل لي الرابط ده قبل شويه والحمد لله تمكنت يعني بمساعده البنات. طبعا احنا التكنولوجيا دي بنعرفها لينا، الله يديها العافيه، هي دخلتني معاكم. فيما يختص بعماد براكه صديقي واخي اصغر، انا بشبهه زي الفنان الصاحب حنجره ذهبيه لكن يبخل على الناس، يمسك العود ويدندن لنفسه بس. فكذلك عماد في رواياته، عماد يعني مش عشان اقول لكن كاتب يمتلك يعني كلمات معبره وروايات قويه جدا. لكن عماد كسلان، يعني تاشيره غياب دي كسرت الدنيا، وقبلها عطر نسائي. يعني معاي انتو؟ ايوه ايوه معاك معاك سامعينك. معاي. انا قبل 3 يوم كنت في مول هنا في الخرطوم بشتري حاجات البيت، ففي بنت شابه 20 سنه 25، فجات طلبت من بيت زميلتهم بيعملوا دعايه للشركه، قالت لها جيبي عطر نسائي عشان يوروني لي انا. قمت قلت لها يا اخي عطر نسائي دي روايه طوالي، قامت قالت لي اوه عماد براكه. فبدات تحكي لي عن الروايه، قلت لها انت قريتي عن خرطوم؟ قالت لي لا، لكن انا الروايه دي قريتها زي ما قال ياسين يمكن قراتها 13 مره. فقامت قالت لي يا اخي الزول ده وين؟ قمت طوالي بالبروفايل بتاع عماد، طلعت صورته قلت لها هو ده. قامت قالت لي يا قريبك؟ قلت لها ده اخوي. فقالت لي يا اخي عليك الله، هل ممكن تجيب لي تاشيره غياب؟ قلت لي انا فتشت الدنيا دي كلها. فعماد يعني حرم الناس من ابداعه، تاشيره الغياب دي ما لقت حظها في الحظر، لان انا بفتكر عماد يعني هو فعلا بيكتب من اجل هوايه في داخله، وما عنده حاجه تجاريه ولا جاري وراء انه يتكسب من الروايات. انا عارف عماد يعني، لكن كمان ما تحرم الناس يا عباد من تأشيرة غياب وعطر النسائي. انا بفتكر عطر النسائي دي يمكن لقت حظها، لانه في اجازه من اجازات في السودان انا اصريت اتعاقدنا مع دار نشر، وكانت الحصيله الماديه بتاعت عماد زيرو، انا متاكد ما اخذنا حاجه، لكن قدر نشر عطر النسائي وسط الشباب يعني حتى يا ياسين انا الحمد لله عندي بناتي 2 قروا جامعه الخرطوم، ولما عرفوا طبعا الروايه دي منتشره جامعه الخرطوم بحكم انها يعني معلش انا طلعت لكم من تاشيره الغياب، لا لكن لا الموضوع يعني واصل واصل يا حسين، خذ راحتك. فلما تكون هن في سناير في برلومات في جامعه الخرطوم، واحده كان في الهندسه وواحده في الاقتصاد، فكانوا الناس بيتحدثوا عن عطر النسائي، فلما عرفوا انه عماد هو عم لينا وعم منيره، فكان مهم صار دهشه يعني، بقول لهم عندكم عم يعني زول يعني ما شاء الله عليه يعني احنا ممكن نقول طيب صالح عادي تسلم يا كده حسين. يعني. فنحن نفسنا نشوف عماد وكده، لكن بقول له للاسف ممكن لغايه ما منيره هي خلصت الاقتصاد ومشت، ما قدر عماد يوصل السودان عشان يلتقي بزميلاته في الجامعه، وكذلك لي يمكن فضل الله 20 يوم في كليه الهندسه. ربنا يوفقه ان شاء فلو الله. رجعنا ل لو رجعنا ل لتاشيره غياب، حقيقة عماد نقل تجربة يعني مر بها يعني شباب من الشعب السوداني ومن دول أفريقيا، هروبا وهروب للموت أنا أسميه، هربوا للموت عبر البحر المتوسط، وكان الواحد فيهم يعني عارف أنه نسبة النجاح ممكن تكون 10%، لكن ده كله يعني بسبب الحكم الدكتاتوري في أفريقيا، وخاصة 30 سنة العجاف بتاعت السودان يعني، فقدنا فيها ما فقدنا يعني. الليلة أنا في الفيسبوك شايف نعي لواتشاب خريج جامعة الخرطوم كم 20 سنة غرق في البحر الأبيض المتوسط. فعماد نقل تجربة حقيقية، لكن يعني الليلة ياسين ده قاعد، وأنت ما دام عملت اللقاء ده أنا حقه الناس يعني تفكر في كيف أنه الرواية دي توصل لأكبر عدد من الناس، لأنه يعني فيها حاجات حقيقية، فيها مآسي زي ما يعني أبطال الرواية ده فقد زميل، فقد صاحبه، وهو كل اللي لماهم نقل دم، وزي ما قلت انت ياسين في مالطا والتونسيه وكده، ولغايه ما خش وهو اتزوج وحصل يعني. انا بفتكر دي روايه جميله جدا، كان اسمع منكم وممكن ارجع لكم تاني. يا سلام عليك يا حسين يا اخي، ده يعني مفاجأة بالنسبة لي يعني تصرفي. شكرا لك يا اخي على
المفاجأة دي، وسعيد بها عمدة. جدا، سعيد جدا بك يا طبعا خدت لنا كم طوبة، الله يديك مداخلة جميلة والله، خدت لنا كم طوبة يعني نقدر نعبر بيهم اللي قاعدة دي بارتياح يعني. يا عماد برجع لك، جدا معاك يا ياسين، انت بتعرف واصل. رباطة جسير، بتعرف رباطة جسير من وين؟ طبعا الاسماء دي عندي معاها كده علاقه غريبه، انه الناس طوالي بيقوموا يسالوني من الاسماء بتاعت الروايه، يعني الشخصيات دي، فبتخيلوا انها ناس حقيقيين يعني. فانا طبعا نفعني يا ياسين دراسه المسرح بالتحديد، يعني قرايه المسرح دي كانت بالنسبه لي هي تجربة جيدة في تكوين الشخصيات. يعني احنا من الحياة درسناها في المسرح انه كيف يعني تجي تحلل الشخصية، او يعني عندك نص درامي تجي تتغمس شخصية او تمثلها، فلا بد انه عندك حياة خطوات محددة تقوم تصليها. فده نفعني في انه انا لما اكتب ما قاعد اكتب الرواية افكر في القصة اكثر، بفكر في شخوصي ذاتهم يعني، فبحاول انه هم يكونوا حقيقيين يعني. فببدا حتى من تركيبه الاسم، يعني الاسم ما قاعد اختاره، يعني ممكن يصير لك يعني لما تيجي تكتب ممكن يجيك طوالي اسم، لكن مثلا ياسين حسن ما بيختاروا اسم، لانه ما معلش يعني اسمك ما موسيقي كده، ما بيحفظه له الناس. فبقوم اختار اسم بالنسبه لي يكون موسيقي، يعني يبدا اول ما تقراه من القريه الثانيه، لما تلقاه في المره الثانيه في الصفحه الثانيه بيرسخ في ذهنك، وبيبدا زي الزول بتعرفه يعني. بعد خلاص لما تقفل الكتاب وتيجي ترجع بتكون عارف انه ربابطة قصير دي موجوده، اسم بيتكرر معاك ويبقى شخصيه يعني، غير بعدك تفاصيل تكتب عنها تفاصيله كيف مشيتها ووصفها وكده. فاكيد الاسم مهم كان بالنسبه لي دائما، فحتى في الروايات اللي فاتت يعني احلام ياسين الناس لسه متذكرين احلام ياسين وخالد عز الدين، بتخيلوا منهم طلبه قروا في جامعه الخرطوم. وطبعا الاسماء دي موجوده يعني، موجوده يعني، انا لما اخترتها ما بعرفها الصراحه، لكن بعد ذاك عرفتها انه في اسماء مكرره يعني انا مثلا في بيت قالت لي اسمها احلام، نفس الاسم ومن نفس المنطقه يعني اللي جات منها احلام ياسين ومن مدن يعني، فتصادف انه نفس المكان يعني. لو سمحت لي يا عماد وياسين معلش في الحته دي عشان ما تروح مني، ممكن جدا تفضل تفضل. اي يعني بالنسبه لي بطلتها روايه عطر النسائي، يعني انا بذكر عندنا واحد، انا كنت ضابط في الشرطه، عندنا زميلنا يعني ضابط الشرطه وصل عميد بدون ذكر اسماء، فلقى الروايه دي وانا في المعاش وهو شغال، فالراجل ده عنده الاسم بتاع اسرته فيو ياسين، ممكن عماد كان كاتب اسم ثلاثي، فكان كل مره بيضرب لي ويجيني يا اخي انت عماد ده جايبتين، يعني كل ما يلاقيني عماد ده جايبتين بركت. حتى انا يعني قلت احتمال المساله دي مسته في الاسره داير يرتكب جريمه في حق عماد، فالمسألة اتكررت مرة نحن في تمرين كرة، قلت له يا فلان يا أخي تعالي أنت بتزهد من عماد دي. الرواية دي بصراحة الاسم ده يعني سبب لك أي متاعب في الأسرة؟ طلعت اسم زول بيكم بدكم بدك الاسم ده؟ قال لي أبدا يا حسين والله، لكن أنا نفسي بس ألاقي عماد ده بس. فدي أنا كنت دائما بقول لعماد الاسم الثلاثي ده قد يسبب مشاكل، لكن إذا 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 رجعت لكلام عماد بأنه يستحيل تلقى، ممكن تلقى الاسم زي ما قال ثلاثي، لكن بقيت الصفات الاخرى صعب تجدها في كلها مطابقه في الشخصيه دي، لكن انا دي بفتكرها يا ياسين جراءه من عماد شويه يعني. تفضل يا عمده. الله يخليك ياسين، تسلم. يا جماعه الناس اللي معانا اي زول عنده مداخله يعني ويلكم، يعني ما نحن الحاجه دي دارينها انفورمال، يعني تكون زي ما نحن قاعدين تلاقينا كلنا كده بنتونس في 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 صالون عماد او في قهوه في شبربوش او في اي حته يعني، ف يعني ما 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 في ما في حرج يعني داخله طوالي. نرجع يا عماد، انت يعني اللي هي قبل شويه انت تكلمت الحته بتاعت انه السينما ادتك بعد اللي هو بعدي 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 ممكن يكون بعدي جديد يعني. انا صراحه يعني ما 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 لاقاني، ممكن يكون هو في يعني كلامي ده مو بري انه الحاجه دي ما في، لكن انا شخصيا كل الكتب اللي قريتها ما لقيت كاتب عنده باك جراوند من السينما. تمام؟ طيب انا بس ارجع لك شويه كده لحته ثانيه، يعني في كاتب الماني اسمه شويه كده، انا بس لانه عشان الاسماء دي
الكاتب ده اسمه إيريك ماريا ريمارك. الكاتب ده أصلاً زول عسكري عسكري، وكان في ألمانيا قبل النازية يعني. ف يعني هو ذاته من الناس الناهضوا النازية وكده يعني. فالراجل ده يعني يتولد سنة 1898، لاحظ كتب رواية اسمها ليلة ليشبونة. أيوة صح تمام. الرواية دي شوف كتبها سنة 1962، اللي هي بتحكي المأساة بتاعت النازيين لما جو. أيوة لما جو نزلوا في أيوة نزلوا أيوة بالضبط كده. فدي الرواية دي شوف اتكتبت، الراجل ده كتبها باعتبار انه بيحكي قصة في ليلة واحدة حصلت بس. كويس. طبعا الزول ده لما جو النازيين وكده حرقوا له، عنده كتاب اسمه لا جديد في الجبهة الغربية يعني، بس عشان ندي الناس شوية كده أنا يعني. الكتاب ده جو النازيين حرقوه لأنه قالوا ده خيانة للعسكرية، لأنه الراجل ده طلع فيه يعني أسرار وكده وشنو، فقاموا حرقوا الكتاب يعني. يعني لم ده برجعني لشنو، لتأشيرة غياب. تأشيرة غياب دي الحتة اللي اتكتبت، الأحداث اللي اتكتبت فيها أحداث بتاعت زيارتين لأشرف اللي هو من أمستردام، مشى الغرية دي عشان يعمل الكورس. المرة الأولى مشى عشان يشوف السكن بتاعه ولاقى عامر الدرويش. المرة الثانية يعني كلها ثلاثة زيارات، شوف ثلاثة زيارات في ونسة بتاعت ناس طلعت الكتاب ده، اللي هو الكتاب فيه 318 صفحة. أيوة فعلا يعني. طيب أنا أرجع لك، مش يعني أنت كيف قلت لي السينما، أنا طبعا المسرح كيف قصدت بالشخصيات، تركيبة الشخصيات المسرح، لكن برضو السينما كانت لعبت دور في إنه أنا قاعد أحب السينما. فالسينما بتديك مجال في التكنيك، يعني ده التكنيك بتاع الكتابة. إنه ياسين أنت مشيت وين؟ خليت لي الحتة فاضية. أنا قفلت الشباك بس في كاليبيران ما مشكلة. السينما هي التكنيك الرواية برضو مهم جدا يعني. أنت ممكن تكتب رواية تبدأ بالقصة وتمشي النهاية، لكن كونه أعمل ثلاثة زيارات وبعد ذاك استفز بها الذاكرة يعني هي الفكرة إنه زول قابل زول عشان يعرفه بدأ ينحت في ذاكرته. الذاكرة دي هي اتنحتت مرقت كل ما جواه، اللي هو الراوي ده طلع اللي هو أثناء ما بيحكي حكى طلع الحاجة كلها مرقة يعني. هي أشبه ب يعني في الحتة دي، يمكن بعد ما أنا كتبت انتبهت لأنه في تشابه بينه وبين إنه مثلا تشوف الراوي بتاع موسم الهجرة للشمال نفس الفكرة، قام بعد يعني تعرف على مصطفى سعيد لكن في مكان بيعرفه، بعد ذاك بدأ يبحث بعد ما مات هو من الغرفة الغريبة ديك مرقت الرواية يعني. الرواية مرقت من بعد موت الزول له في ونبش الغرفة ولقى الذكريات دي كلها. فهدي ده التكنيك يعني، تكنيك رواية بأنه تعمل حاجة بسيطة لكن تطلع منها بعد ذاك كمية من المشاهد يعني. فكده وفيت ولا دار زيادة؟ والله يا أخي ما بنشبع نحن ده التكنيك يعني. برضو في تكنيك يعني، في ناس بيستخدموا تستخدم الفلاش باك برضو كتكنيك جيد جدا في انه يساعدك في انه تطلع في زول دير دار خش. افتكر مرحب في زول خاشي معنا. الصوت ما سامعين. واصل يا احمد. ف التكنيك يعني جزء من يعني من تركيبة الرواية، بانه انا بركز على التكنيك برضو لانه بديك يعني خيارات في انه تطلع كل ما تملك من جواك يعني. ف وزي ما قلت لك بيك هو اشبه بالسينما يعني، من تستخدم التكنيكات السينمائيه. قطع الصوت ولا معاكم انا؟ لا معك. فما في اضافه اكثر من كده اقولها يعني.
طيب العطر النسائي انا صراحه ما قريت الكتب كلها. قبل فتره كنت بكتب لي بقرا لي في مقال بتاع غاده سمان. فغاده سمان قالت شنو؟ قالت في قالت نحن يعني هي بتتكلم من الحته بتاعت الغراء. فقالت نحن الغراء ظلمنا بحكمنا الكتاب، يعني مثلا الطيب صالح. قالت نحن الطوالي اسم، حتى ذكرته هو بالاسم، قالت مجرد ما قلنا نطقنا الطيب صالح طوالي موسم الهجره للشمال. ايوه يعني الـ 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 الحاجه بتاعتنا، الاحساس بتاعنا وكل شيء، بس في موسم الهجره للشمال. بعد ذاك اي كتاب كتبه الطيب صالح ما يعني ما بيعني حاجه للقارئ العادي. انا بالنسبه لي صراحه لقيت نفسي انه انا ظالمك، لان انا قريت لك تاشيره غياب ما واكتفيت قريت رسالة لي عطر نسائي، لكن كل ما اقراها برجع اقول لا 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 تاشيره غياب. فهي يعني اقترحت شنو؟ قالت يا اخي المفروض يكونوا في نقاد من الغراء، يعني ما نقاد يكونوا يعني الـ الوظيفه بتاعتهم انه هم نقاد، يعني زول يكون يقول لك الناقد المسرحي او الناقد الادبي. قالت لا، نحن دايرين نربي جيل من الغراء هم ذات يكونوا ناقدين، يعني ما تقرا الحاجه دي تقراها بحياد. يعني انا اقوم اقرا طاشيره ضياب لعماد دراكه واقرا معاها عطر نسائي كويس، وافصل من بعض، يعني ما اخلي واحده مؤثره علي. لكن الحاجه دي صعبه جدا. انا صراحه يعني لما نجي اقرا في طاشيره ضياب مثلا، لما نجي اقرا لما عامر درويش يتزوج انكا فاندرماين، يس انكا فاندرماين. ف يعني لما نجي اقرا تاشير، لما نجي اقرا عطري نسائي، بحاول انه افتش لحاجه زي دي، يعني حاجه تقرب لي انه والله يا اخي هناك مع عامر درويش تزوج الهولنديه دي كويسه، اللي هي هولنديه كانت شغاله في الريد لاين الريد لايت وكده وشنو شنو. فبعد ذاك اتزوجها، وبعد ذاك حصلت مشاكل وانجب منها كويس، زي ما بتحصل في كثير من الزيجات، انه الناس اللي هي ضد اصطدام الحضارات، يعني بنتكلم عنه في حته ثانيه. لكن لما نقدر اجي اقرا عطر نسائي، بحاول انه افتش لحاجه زي دي. اوكي. ف يعني هل انه الكاتب هو بيكون قاصد انه والله يا اخي انا لما اطلع تاشيره طياب دي خلاص دايره تكون الطب، ولا اطلع عطر نسائي تكون الطب، ولا هو بيكتب بعد ذاك الغراء هم اللي بيحكموا؟ والله انا طبعا ما بقدر اتكلم عن الكاتب بشكل عام، يعني بتكلم عن نفسي. انا بكتب يعني بكون عندي يعني كل روايه بكتبها بشكل محدد، يعني ما بكون قاصد انه دي تكون افضل من دي. يعني انا لسه انا ياسين لو سمحت لي يا اخي، عماد لو سمحت لي. اي تفضل. اي انا بس بدي ارد على ياسين في يعني الرابط بين الثلاثه روايات، عطر نسائي وتعشير الغياب وذاكره قبل المنتج. يا ياسين الرابط لو لاحظت في الثلاثة الروايات دي حاجة واحدة، السكة حديد موجودة في الثلاثة. أنا غلطان ولا صح يا عمر؟ لا لا صحيح. طيب الروايات الثلاثة دي موجود فيها معلش كريم عبر الفيديو ما أعرف صورة الفيديو ما بتظهر، لكن معلش خلاص صوت صوتك واضح. الروايات دي الثلاثة ياسين يعني الرابط فيهم الثلاثة هي سكة حديد. وأنا أتذكر تدشين عطر سوري ذاكرة قبل المنتج الغياب. أي لا تأشير الغياب أفتكر كان في مسرح يعني لك المسرحين يا عماد هنا. لا دي ذاكرة قبل المنتج يا حسين. دي ذاكرة قبل المنتج. المهم أنا اتكلمت عن السكة حديد. أنا بعتبر ياسين أنا الغاري الوحيد لعماد. الروايات دي بالنسبة لي مسلسل تلفزيوني، عباره عن مسلسل تلفزيوني لسبب واحد. طبعا انا عماد يعني طفولتنا ونشأنا مع بعض، فكل ما بيكتب عماد يعني انا مستمتع جدا لانه برجع بالذكريات، يعني لادق التفاصيل بتاعت سكه حديد انا بتكون في راسي ومستمتع جدا، يعني بقرا وبشوف الشريط قدامي، يعني نتكلم عن سنار ولا عن عطوره ولا عن مذاكره واحده ذاكرتنا واحده فانا بشوف يعني بستمتع جدا بروايه عماد لانه انا عصرت الحي ده على حقيقته، يعني بالضبط ما في زول عصره مع عماد الا انا، فانا مستمتع جدا. بعدين بالنسبه
يعني اضيف حاجه، عماد ده طبعا هو من حب للمسرح، انا بتذكر هو طالب في ليبيا، عماد ده بدا يدرس الهندسه، وانا الزمن ده في الشرطه وكنا بنساعده في دراسه، فجاه خلى الهندسه عماد ومشى دراما ومسرح، يعني كانت مشكله كبيره، لكن في الاخر تفهمنا الوضع ولقينا انه يعني ممكن يبدع في المجال ده. لكن انا يعني الطالب من عماد هو زي ما قلت لكم نشر بالذات تاشيره الغياب دي، ونشوف عمل جديد ادي فرصه لزول ثاني. اوكي شكرا يا حسين. كده في دكتور عبد المنعم ودكتور عبد المنعم، يا جماعه نسمع صوتكم. ايوه نسمع صوت دكتور عبد المنعم وعبد المنعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الزراعه ولا بتعاني؟ دارينا اي واحد فيكم. والله سعيدين بالاستضافه ياسين وعماد. الله يخليك. سعيدين بالاستضافة، وبس الواحد ما لقى فرصة يطلع على الرواية يعني قبل ما يخش معاكم في الميتنج، لكن من سياق النقاش وكده يعني حاسس انه المزالة جديرة بين الواحد يعني يتابع ويحاول يعني يقرا العماد يعني في كتبه عنه وكده، والمغامرات اللي حصلت يعني برواية الطيب صالح. فالمزرعة الجديرة نتابعه يعني نعتبر نفسنا من الغراء الجدد للأخ عماد، يعني شرف لنا والله. ونزعت إذا زودتونا بصورة من الله يخليك. الله يسلمك، فشكرا جزيلا على الاستضافة متابعين. الله يخليك دكتور. قبل ما نمشي لدكتور عبد المنعم الثاني، دكتور عبد المنعم علي ده طبعا من ناس رفاعة، وطبعا رفاعة غنية عن التعريف يعني طبعا. فالشيء جمعنا برضه جمعتنا الكتابه، لكن جمعنا المنتدى اللي هو منتدى رفاعه، وانا من هنا بحيي منتدى رفاعه والناس اللي كانوا قايمين على منتدى رفاعه. طبعا منتدى رفاعه للجميع ده عمل يعني عمل زخم ما عادي يعني في الفتره بتاعت اللي هي انا دخلت فيه 2004 تقريبا او 2005، فيعني كان رفاعه باعتبار شفت المجتمع بتاع الرفاعه ده هو كان المنتدى. يعني حتى من المنتدى ده انا بديت اكتب وبديت يعني اتفاعل، وناس دكتور عبد المنعم ديل ما شاء الله يعني كانوا بيدوني يعني فيدباك اللي هو بيشجع الزول انه يكتب يعني. فنسمع لي دكتور عبد المنعم الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا دكتور. السلام على رسول الله. جزاكم الله خير يا اخوان على الدعوه. يا مرحبا بكم ان شاء الله. شرف لنا يا دكتور يا اخي. انا طبعا ما شايف اي زول فيكم السعد. ما شايفنا دكتور؟ انا ما شايفكم لكن شايف نوركم. الله يخليك. طبعا ياسين دكتور عبد المنعم عنده كتب دراسه جميله جدا عن الرواية تعشيرة غياب، فنسمع منه أحسن. جدا تفضل يا دكتور. والله طبعا الرواية أنا طبعا لقيتها بالصدفة. عباد جاء في الشمال البارد في ليلة شتائية باردة، ويعني حمل لنا دفء شديد بوجوده وبمشاركته تأشيرة غياب. أنا طبعا اللحظة ديك ما بعرف عماد ولا لكن شفت الرواية مخطوطة فجذبني الاسم بتاع الرواية. ومن العادة أنا لو لقيت أي حاجة لأي زول سوداني بشتريها طوالي. عندي مرض ما لي تعالجه لسه. فالمهم زي ما قال الشيخ الطيب صالح الله يرحمه ويحسن اليه قال ان الادب هو تعبيره عن الفقد. فنحن طبعا اي حاجه سودانيه في حد سودانيه دي طوالي بتنض عليها. ايوه بس الدلك جزء من الـ الفجوه بتاعت الفقد الموجوده في داخلنا كلنا وكده. فبديت اقرا فيها وبحقيقه ما خطيت لغايه ما كملتها. ويعني كانت تجربه بالنسبه لي انا يعني بعتبرها تجربه بسميها ثوريه، لانه الاشياء
موجودة فيها هل إذا كان عماد فتاها بوعي أو غير وعي ما بتفرق في النهاية، المهم هو عملها. ففيها أشياء يعني متفاعلة بتنتج أشياء تانية، وفيها أشياء متقاطعة، ومنها من التقاطعات دي ذاتها تطلع حاجات تانية. ففيها مجموعة بتاعت يعني تولد لمعاني ومعاني المعاني وانت بتقرأ في الأشياء دي. والأشياء طبعا من الواضح جدا من هنا هي عين العين بتاعت الكاتب، لأنه الكاتب عنده زي ما هو عباد قال، أنا حتى قلت لي الكلام ده قبل ما يقول ما يقول لي، قلت لي عندك عين سينمائية. يعني أنا شايفك أنت شارس الكاميرا بتاعتك دي وبيصور محل ما ماشي، بيصور الأشياء بدقتها وبتنقل التجربة اللغوية لتسمعها وتشوفها، هو طبعا مش ما تسمعه. فأنا كنت بشوف في الحيوانات وبشوف الأماكن، حتى يعني بعض الأشياء البسيطة جدا اللي بنسميها الطبع أو التريتس، وهو يكون قاعد في الحمام ويعايل للبلاط المشقق ويحاول، يعني حاجة زي دي ما بتجي إلا لزول فعلا بيلتقط الأشياء بتفاصيل اللي هي فيها رمزية عالية. يعني ما شيء ساكت بيتخطى كده، يعني زي ما نقول يلقى الكلام على عواهن، لا لكن بتشعر انه في قصديه في الاشياء اللي عشان توصل معنى ثاني ابعد من ده. فده جذبني، فقلت طيب انا الروايه دي لو عايز اكتب عنها ما بقدر اكتب عنها، يعني ما تكون دار اكتب عنها نقد العادي بتاع الشعب السوداني اللي بيكتبوه دائما عموما، ما شاء الله وكتابة جميلة ورواية جميلة ومفيدة وممتعة. قلت لا، يعني تستحق أكثر من ذلك. فأنا دائما مشغال بمقولة يعني سيدنا سفيان الثوري، إنه بيقول ثوروا القرآن. يعني القرآن لم تقروه مثلا، ما تقروه ساكت ومروا عليه، لكن طلعوا منه معاني ثوروه. مثلا التثوير دي مهمة. فقلت خلاص امسك المساله من الناحيه السرديه، من الناحيه اللغويه السيمائيه، هو ده ممكن يوصل الزول لمعاني. وكتبت عنها زي 4 حلقات مش كده يا عماد؟ ايوه موجوده في الصفحه بتاعتي. موجوده في الصفحه بتاعتي. فدي هي في النهايه انت عشان بيكون عندك مجموعه بتاعت قطع جواهر كثيره، صح بتبدأ لك كأنها يعني في كنز، لكن الكنز ده إذا كان أنت عايز تستفيد منه لازم تنظمه في حاجات، في عقود، في أساوير، في حاجات عشان تطلع من المعنى بتاعه. فأنا بديت مسكت السيمائية على سنة هي تكون الخيط اللي بربط الأشياء اللي تطلع الحياة الجميلة اللي فيها زي ما هي. تكلمت عن كمك، لكن الشيء أنا لاحظت بالرغم أنه أخونا حسين قال إنه السكة الحديدية هي الرابط ما بين الثلاث روايات، أنا بعتقد هو ده صحيح، لكن بعتقد إنه السكة الحديدية كانت وسيلة ما لا أكثر، إن هي ربطت ما بين التجارب دي، لكن الأكل الرابط الحقيقي ما بين التجارب دي هي الذاكرة. صحيح. هي الذاكرة. هي الذاكرة. أيوة. عماد التي تقتضي أدق التفاصيل. وعشان كده هي حية، لأن هي فيها الحاجات هو بيعرفها والحاجات هو عاشها. فغير كده إنه حتى لو هو ما عاش مباشرة، يعني لما بيحكي في قصة مثلا عامر درويش وصديقه إنديل وكده، إن هو بيغرق وهو ما غرق معاهم ولا خليه دخل في التجربة دي، لكن عنده قدرة عالية على التقمص، على الإمباثي، انه هو يقدر يخش ويدخل نفسه في 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 الزول الثاني، وعنده قدره عاليه جدا على انه
هو يكون غير انه يكون الزول الثاني هو يشوف الحاجات المتوافقه ما بينه وبين الشخصيه الثانيه شنو. فلو لاحظت في في في, في, في دائما في مقارنته مع عامر درويش واشرف الصافي وكذا تلقى هو دائما يشوف الحياه اللي هم بيناتهم هي يعني متشاركه شنو، ويدينا الحوار المونولوج الداخلي هو بوريك وعيه بالاشياء دي وانه شايف. فانت عندك بطاريه شايله، مرات تكشف برا ومرات تكشفها على روحك. فدايما دايما الشغل ده كان يعني بيعمله. فعشان كده هي الروايه اهم حاجه انك تصيف ان هي روايه حيه. او الروايه الحيه انت لما تاخذها بتشيلها معاك، اذا ما شلتها معاك وبقى جزء منك يبقى هي ذات الروايه ما 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 حيه، ميته، ما عملت حاجه. والحاجه اللي بتخلي الناس لغايه يوم الليله مثلا بتكلم عن الطيب صالح والاشياء دي، لانه الطيب صالح برضو كتب عن حاجات هو عاشها وبيعرفها، لكن هي روايات حيه الناس بيتكلموا عنها كانها حصلت امبارح. وعشان كده الناس دائما بيتخيلوا ان الشخصيات دي هي شخصيات حقيقيه، مع ان في الطيب صالح هي شخصيات حقيقيه فعلا الا يمكن مصطفى سعيد، لكن معظم الشخصيات اللي هو تكلم عنها دي شخصيات في القريه بتاعته كانت في كرمكول موجوده. انما سر ابداع يعني عماد في الحته دي ان هو بيجيب اسماء ما بتعتبر مصطنعه، مع انه هو اختياره لها بوعي، بيقول لك انا بشوف الحاجه الموسيقيه اللي بتمشي، لكن هي اختيار حتى الموسيقي بيمشي مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ بيسميه السياق الاجتماعي الموجود او الثقافي الموجود وكده. فهمت علي؟ فعامر درويش يعني قريب جدا من محمود درويش، تلعبوا بالكلمات وبالالفاظ والاشياء ما بعيده. فهمت علي؟ يعني فانت بتشوف حتى بعض الصفات اللي هو بصفه يمكن انتم ما اظن في زور في يكون عنده كان علاقه مباشره مع محمود درويش في. ايوه زور في يكون كان عنده علاقه مباشره معه؟ لا طبعا. لا طبعا. طيب انا كان عندي علاقه به مباشره. فبعض البصفة هو بيصفه ل ل ل ل لدرويش ده هو نفس الصفات بتاعت النرجسية العالية بتاعت محمود درويش الله يرحمه ويحسن إليه، صديقنا وأخونا واعتداده بنفسه. أيوة نفس الصفات يعني وتمرده التمرد ألو لا معاك سامنك واصل يا دكتور، كلامك جيد متيش. كلام متيش. فهو نفس النرجسيه ونفس الاعتداد بالنفس ونفس التمرد اللانهائي. يعني محمود درويش ده يتمرد على حتى على نفسه ويتمرد على حتى على قيمه هو ذاته. عشان كده هو كان شاعر حر بمعنى الفوضويه يعني. لكن بالرغم من ده تلقى لما يكون قاعد وفي ليله شعريه ولا حاجه بتشوف حضوره وكيف الناس منجذبه له وكانه في مغناطيس. وكيف انه الكلام ده بيمر في جسمك كانه في كهرباء، يعني زي الوصف اللي وصفه عماد هنا لما 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 كانت رباب تجسير بتستمع لعامر درويش لاول مره. ايوه الحته بتاعت الانبهار والقشعريره اللي مشت في جسده. أيوة أيوة. وجسده وطريقه تركيب الكلمات واستخراج المعاني والطلاسم حتى وصفتها بالطلاسم، لان هي في اللحظه دي بنسميها احنا في حاله بتاعت يعني بيسموها ترانس. الترانس زي التنويم المغناطيسي. ففي اللحظه دي ما بتسمع ولا بتشوف، هي بس عايشه اللحظه الشعوريه، لكن اصلا الكلام كله فوق لراسها. يا سلام. اي وهو كان يعني هو كان واعي بالحكايه دي. والله عندنا زوار والله ما شاء الله. يا سلام عليك يا دكتور. الجيل القادم. المهم انا ما عايز اطول عليكم، لكن
هي رواية ما أخذت حقها لسه، و يعني يمكن أنا حاجة الوحيدة كنت قلت لا قلت بقول لعمار بشغله بها، بقول له بس أنت كتفر المحل يديك العافية يا دكتور. مداخلة عليك يا دكتور، شكرا لك كثير يا أخي. كتفت المحل يعني انت عارف انا كلامك ده يعني ما اخذت حقها دي ذكرتني واحد كان في سوريا، هو مغربي طالب يعني كان بيغري اسمه حميد تقريبا، فحميد ده مغربي كمان كتر المحلبيه كانت الروايه مثلا اديك العافيه يا دكتور. الو ايوه صوتك صوتك اختفى. الو ايوه يا دكتور ايوه الصوت قطع ما سمعت، قلت لي في دول مغربي اسمه حامد. ايوه لا انا كنت صوتي اختفى. ايوه الو عندنا ايوه الو هاي هاي واصل واصل واصل. طيب معنا كان في سوريا كان في طالب مغربي كان بيدرس هناك، فيوم من الايام الطالب ده سأل له واحد سوداني، قال له يا اخي قال له بتعرف المهم النقاش كان عن موسم الهجره للشمال، الهجره للشمال ايوه نعم. فقام سأل واحد سوداني قال له الواد ده انا بتذكر انه كان بيقرا في الاهليه يعني بيقرا في سنه اولى ولا في سنه ثانيه يعني في الاهليه، فقام يعني تناقش معه انه الطيب صالح، الواد ده قال له انا ما بعرف الطيب صالح ما سمعت به. المغربي ده زعل جدا قال له يا اخي كيف يا اخي ده يعني ده سوداني كاتب سوداني مشهور وكذا، قال له يا اخي احنا في المغرب بندرس الكتب بالذات موسم الهجره في الشمال دي اظن بيدرسوها في المدارس يعني مش انه في الجامعات وكده يعني. فده الحته اللي خلتني انا يعني اقول الحادثه دي اللي هي ذكرتني انه الروايه بتاعت عماد يعني ما لقت حقها، يعني ما لقت حقها بمعنى شنو؟ بمعنى انه يعني ما في يعني ما لها زخم كده يعني بقدرها هي ذاتها يعني. يعني عماد تعب في الروايه دي وكتب فيها يعني 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 وصفي ما عادي يعني. فانا صراحه لما نجي اقراها مثلا اقرا الحته بتاعت الشباب دي لما كانوا في الامسيات الثقافيه وكده حتى بشم ريحه السجاير يعني كويس. لما نيجي هنا يتكلم عن أمستردام يوصف فيها ورائحة الرطوبة بتاعتها وكده يعني والمطر نازل والشنو يعني بتخيل إنه في مطر يعني في يعني يعني تماما بعيش لأنه الوصف بتاعه ما شاء الله وصف دقيق جدا جدا. طيب ما لقت يعني ما لقت حقها صراحة يعني. أنا ما أقدر أقول اتظلمت لكن ما لقت حقها، فعشان كده سنحن إحنا الجلسة بتاعتنا دي واحدة من الحتة لنا هي يعني تكشف الحتة دي يعني للناس في السودان وكده يعني. ناس مثلا في كم نفر هسه بيعلقوا هنا في الشات وكده في الفيسبوك بيقول إنه هم ما قروها يعني طاشر ضياب ما قروها، لكن أنا بنصح يعني أي زول يعني بحب القراية وبحب الاطلاع يعني اقرا يعني رواية ممتعة بجد وفيها تفاصيل، حتى لو التفاصيل دي لو انت مثلا ما هاجرت زي ما قلت وكده ممكن تعيشها. ما هي الهجرة دي ما بالضرورة تكون هجرة فيزيكال يعني، ممكن تكون هجرة يعني في داخلك انت ذاته يعني. انت يمكن مثلا من الـ يعني قبل الزواج اللي زوجتها دي رحلة، مثلا من الجامعه لانك انت مشيت تشتغل دي رحله تمام. فالانسان ده كل حياته دي كلها رحلات، فبالتالي التسلسل بتاع الرحلات ده بقودنا للرحله بتاعتنا هي الكبيره اللي هي اند اب انه زول بعد ذاك يتوفى، وبعد ذاك لما يتوفى برضه بيبدا رحله بتاعت البرزخ ولحد الى يوم يبعثون يعني. ف
الرواية صراحة أنا ما والله يعني زي ما قلت لكم، أنا قريت عماد ما قريت له روايات الثانية، مع إنه راجل صاحبي ورسل لي وكل شيء، لكن أنا مبهور جدا بطاشير الغياب، مبهور بصورة ما عادي يعني. يعني طاشير الغياب دي لما 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 أشرف ده، لما عامر درويش بيحكي لأشرف إنه كيف اتزوج البنت الهولندية دي وكيف أنجب الطفل بتاعه، وبعد ذاك الطفل يعني حصلت يعني بعد ذاك الام والاب اللي هو عامر الدرويش وزوجته الهولنديه تشاكلوا كده، بعد ذاك ناس رعايه الاطفال جو تدخلوا الحته دي. بالمناسبه دي بيعانوا منها ناس كتار جدا هنا، يعني بيعانوا منها سودانيين وغير سودانيين يعني. فعماد ده يعني رفع زي ما تقول شنو، رفع السجاد عشان يكشف الوسخ التحت يعني. تمام، ما انا ما اقدر اقول انه هو الحاجه الحاصله دي وهي وسخ، لكن لا دي معاناه بنعاني منها يعني. ناس احنا في عاده كده يعني، لما اولادنا ديل يعني انت ما بتحاول انه تضرب الولد بصوره عشان ما يمشي المدرسه يحكي يقول والله يا اخي انا ضربوني في البيت، لانه دي المدرسه حد انفستيجيشن وشغل ما عادي. عماد كشف الحاجه دي. ده بذكرني سريع كده قبل ما اطول عليكم، الروايه بتاعت اللي هي بتاعت قريتها قريب والله في رمضان، هي كتابين يعني، بتاعت توني ماجوير. يعني توني ماجوير دي يعني عندها، هي دي قصتها الحقيقيه يعني، حصلت انه البنت دي حصل لها يعني ابيوز من ابوها. هي اصلا البنت الوحيده، كانوا عايشين هنا في انجلترا، بعدك مشوا ايرلندا، ايرلندا الشماليه، عاشوا هناك. البيت دي يعني هي طفلة حملت من أبوها كويس. بعد ذاك لما عرفوا الحاجة دي وكده وشنو يعني، أبوها سجنوه يعني، أخذ العقوبة بتاعته، لكن المجتمع عاقبها، هي بيها حتى رفضوها من الشغل، طردوها من الحتة هي كانت ساكنة فيها. بعد ذاك خطيبة ذاته لما عرف الموضوع ده طردها وقال لا يا اخي انا بس يعني، طلع هو زول كويس، قال لا يا اخي بس امشي مني، انا ما حتكلم عن الموضوع ده، ما حجيب سيرته لاصحابنا وكده. عانت يعني توني ماجواير دي، عانت معاناه ما عاديه. ده من هنا طلعت الحته بتاعت اللي هي السوشيال يعني. طيب دي عماد ذكرها في اللي هي في طاشر الغياب. انا اخلي عماد يدينا لها كده يعني. لا احسن انت تواصل في، لكن انا داير اعلق تعليق لدكتور عبد المنعم. يعني اول شيء اشكره على مداخلته، وطبعا دكتور عبد المنعم لما نتكلم عن تعشيره غياب دي، انا قاعد اقول يا اخواننا كتبت الكتاب ذاته يعني، يتكلم عن تفاصيل كده انا ذاتي بحيرتني يعني، بقول له يا اخي انا كتبت الكلام اللي قاعد يقول فيه الدكتور ده. فعموما شكرا دكتور على مداخلتك، وانت وياسين هسه بالحركه دي انه والمجموعه كلها يعني، دي فعلا هي الخطوه المفترض يعني اعملها. كنت انا فعلا ما اجتهدت في انه تتنشر الروايه اكثر يعني، هي صح الظروف اللي اتنشرت لانه الطباعه كانت هنا في بريطانيا وطباعه بسيطه كانت في القاهره، فعشان كده ما دخلت السودان بشكلنا يعني. انا ساعي لانه يعني من الخطوات المفترض اعملها انه اعمل طبعه في السودان يعني، فان شاء الله هعملها قريب طبعه في السودان، فدي بتساعد في انه الناس تصل الروايه يعني. فغير كده لانه يعني كون نكتفي بانه الطبعه بتاعت لندن هنا، ناس يعني مشكور اخونا نزار في دار المشر بتاعته عمل لنا الروايه دي، وفي القاهره اتعملت، لكن بعد ذاك للاسف في القاهره دار المشر وقفت يعني، حتى اتقفلت يعني، عشان كده الروايه ما لقت حيز التوزيع يعني، او لقت فرصه في التوزيع. فأنا بوعد الناس اللي بيزعلوا منها، في إن شاء الله قريب حنعمل طبعة في السودان يعني. فيا مشيت أنا السودان برا. ياسين ممكن مداخلة صغيرة أخونا ياسين؟ تفضل تفضل. أول حاجة برحب بالإخوان منعم عبد المنعم ودكتور عبد المنعم، وبقول لدكتور عبد المنعم يعني في تشخيصه لرواية عماد براكة، في بقول أخصائي بتاع مخ وأعصاب، وفي أخصائي بتاع جراحة مخ وأعصاب شعيرات دقيقة. فانت في حاله تشخيصك ل تعشيره غياب، انت كنت اخصائي بتاع شعيرات دقيقه يعني وقفيت يعني لتعشيره غياب. وانا بتفق مع اخونا ياسين، انا زي ما قلت قبل يمكن عبد المنعم وعبد النعيم ما كانوا موجودين، وصفت عماد بانه زي الزول فنان صاحب حنجره ذهبيه، لكن بدندن بس لنفسه وحارم الناس.
فيعني حقيقة إن تأشيرة الغياب ما لقيت حظها من النشر، أمكن قال بسبب أنه ما طبعت السودان، رغم أنه يعني الجزء اللي طبع في الغاهر أنا توليت توزيعه للأصحاب والبعض والأصدقاء، وهي اتنشرت وبقت ما موجودة والناس بزعلوا. وأنا أتفق معك ياسين أنه زي المنتدى الليلة ده أو اللغاء الليلة ده أمكن ده يدي الرواية زخم عشان تأخذ حظها، عشان ما نحرم الآخرين من يعني المدعى بالرواية دي يعني. وزي ما قلت لك كان أتفق معك برضو أخا دكتور عبد المنعم أنه الرابط هو الذاكرة، صح كلامك، لكن السكة حديد هي الخلقة الذاكرة يعني. أنا وعماد عشناها طفولتنا في السكة حديد، وفعلا عماد بيتفق يعني عنده يعني ذاكرة حديدية هي الرابط بين الثلاثة روايات. أخيرا يا ياسين، أنت مندهش بتأشيرة الغياب، لكن أنا مندهش جدا بعطر نسائي، لذلك أنا بفتكر لو ما قريتها تقرأ الليلة وحتقرأ دي مش 13 حتقرأ 26 مرة. وبعدين تأشيرة عطر نسائي لما لامست الوتر الحساس للشباب بتاع جامعة الخرطوم وبقية الجامعات. يعني إحنا في سيب معينة كنا بنقرأ لإحسان عبد الغدوس، في سيب معين يعني يمكن مع بعض المراهقة شوية كان كل الشباب في العالم بيقرأ الرواية دي. فعطر نسائي لامست وتر حساس وحقائق حقيقية جوا الجامعة. أضيف معلش أخيرا، عماد في كل رواياته لم يبتعد من السياسة، يعني روايته دي كان مناهضة للنظام البيت، النظام الزبالة ده جزم على صدورنا 30 سنة. عماد برضو أداء يعني عرر النظام ده من خلال رواياته. وشكرا، أذكر الفرصة لي واحدة. شكرا يا حسين، شكرا، الله يديك، تسلم يا أخي. وطبعا شوف يا حسين، أنا يعني مفتون بتأشيرة الغياب، لكن ده ما بيعني إنه أنا ما قاعد اقرا، يعني بديت اقرا صح يعني عطر النساء، لكن بعد ذاك ما 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 مش ما شدتني بالناي، لكن حصلت حاجات تانية خلتني انه ما يعني تطلع من الحيز بتاع انه انا اقرا وكذا يعني. لكن تأشيرة الغياب دي انا اخذتها بس جنب المخده يعني، كل مره اتلفت بجي بقرا منها صفحتين ثلاثه يعني. في حته لا معلش اعلق لحسين برضو، بالنسبه لياسين ده يا حسين طبعا لانه هو عاش معايا التجربه بتاعت اللجوء، يعني تأشيرة الغياب دي بتهمه كثير جدا لانه هي اللي اثرت فيه، لانه قراها اول يعني. ممكن يكون لو قرا عطر نسائي في البدايه كان ممكن برضه تعجبه، لكن هسه لانه التاثير عليه اكثر لانه هو مر بنفس التجارب دي، يعني تجارب تأشيرة الغياب يعني. فعشان كده وبيعرف هولندا كويس، وعشنا في فترة اللجوء مع بعض يعني، فبعرف التفاصيل دي كلها، عشان كده تأثيره عليه عالي جدا. فترة الفول بتاعت العلب. ايوه دي كده يا سيدنا قال لك العذر يعني. ممكن انا زيك يعني في رواية عبادة الثلاثة دي اي صفحة يكون فيها بسرد عن السكة حديد انا ما بمر مر الكرام، بعيدة ثلاثة اربع مرات، بالذات الحتة بتاعت السكة حديد دي يعني بعيدة في الكتابة في قراية ثلاثة اربع مرات يعني، لانه مستمتع بها. فلك الحق يعني ما دام عشت التجربه بتاعت اللجوء يعني. يشوف مش كده وبس، كمان يعني يعني زي ما قال قبل شويه الدكتور عبد المنعم، يعني الاحداث دي نحن ما مرينا بها، لكن يعني عاشرنا ناس مروا بها. يعني انا كان اتذكر في ليستر هنا في بريطانيا سنه 2000 وتقريبا 2005 يعني، فمشيت في شباب كده يعني قعدنا بعد شويه. طبعا الهموم بتاعت الناس لما يكونوا يعني مثلا ممتحنين، الكلام كله بيكون عن القرايه. اسعى الناس في السودان كله الكلام عن المطر، يعني الحاجه المسيطره او الشغل الشاغل زي ما نقول يعني. فكان الشباب ديل المهم في انتظار القاعدين، يعني في انتظار انه يدوني غامات ما يدوني غامات وكده وجنو. فاي واحد بدا يسرد القصه بتاعته، يعني انت عارف انا يعني فجاه كده قلت لهم يا جماعه دقيقه، انا بخترع عليكم، انا اسجل لكم، لانه انا اسجل لكم اي واحد اسجل له الـ الـ القصه بتاعته. فكانوا متحمسين جدا، قال لي ايوه يا اخي نحن ذات والله دارين يعني القصص بتاعتنا دي دارين انه الناس يعرفوها في السودان، لانه هنا الناس في السودان مفتكرين احنا ناس مفتاحين ومروقين وما عارفين احنا تعبنا كيف وكذا وشنو. يعني حتى الطريق الشباب اللي كان بيجوا بيهم من لبنان عبر سوريا عبر تركيا اليونان، بعد ذاك يخشوا في البانيا ويخشوا في كذا كويس، ده سموه درب النمل، لحد ما يصلوا في فرنسا.
في فرنسا بعد ذاك عندهم الخيارات، يعني في الناس اللي بيمشوا هولندا، في الناس اللي بيقعدوا في فرنسا، في الناس اللي بيمشوا اسكندنافيا، في الناس اللي بيخشوا المانيا، في الناس اللي بيجوا بريطانيا. يعني ف التأشيرة غياب انا صراحة يعني حتى انه جينا وعملنا وحنست عماد عشان يجي نستضيفه الليلة في القعدة دي وكده، اللي هي الحاجة دي بالمناسبة مهمة جدا، ونحن دارين ذات الناس في السودان يقروها، يعرفوا انه الناس بالذات الناس السياسيين لو بيقروا يعني، او الناس اللي عندهم الغرار، زي ما قبل واحد كاتب قال انه يا جماعة هاجروا، الهجرة للشعب والوطن للسياسيين. فنحن دارين الناس ذاتهم الممكن السياسيين توبي اللي حيبقوا سياسيون وكده يقروا الكلام ده، يشوف انه الناس بتعاني كيف، يشوف انه زي ناس عامر درويش يعني صاحبه قنديل غيرك في البحر الابيض المتوسط اصلا اسنامه يعني متهربين وكده، المهرب بيكون عنده مسدس قتل ضرب واحد لانه احتج كويس. فالحاجات دي كلها دي طبعا الاعلام هو ما مقصر، يعني الاعلام كل يوم الليله في البي بي سي جايبين انه في واحد سوداني غرق عمره 16 سنه عايز قاطع من كاليه وجاي هنا يعني. فحتى انا قبل شويه بقرا في واحده من الجرايد بيقول انه الواد اخر كلمه كان بيقولها بيقول انجلترا انجلترا انجلترا، يعني بس هو داير يجي هنا باي طريقه يعني. ف الغربه هي ذاتها في حد ذاتها ما حاجه سمحه، ما حاجه جميله يعني. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه للمدينه فوقف يعني عائل لمكه قال له انا ما يعني ما هاي معنى الكلام ما هاين عليه يطلع منك يعني، لكن اجبرته. فنحن بالتالي برضه نحن اجبرنا يعني اجبرنا الواحد منه صغير تمشي تقرا في مدرسه ما في الحله بتاعتك، تمشي تسكن في داخليه، تسكن مع ناس اهلك يعني. انت طلعت من الحضن بتاع بيتكم بتاع اهلك بتاع اصحابك، دي هجره يعني. حياتنا احنا كلنا السودانيين هجره يعني، من نطلع من مشكله لمشكله دي هجره يعني. ناس دي الناس 30 سنه صابره وفي النهايه فاضيها والناس ماتوا كده، يجوا يمسكوها ناس سياسيين يلعبوا بها كوره يعني. الليله الوضع في السودان وضع سيء جدا جدا، مع انه الجلسه دي ما سياسيه، لكن انا بعتبر انه الروايه او الفن هو ما جزء من حياتنا، هو البوصله اللي بتحركنا. فالروايه بتاعت عمادي مليئه بالاحزان، مليئه بالاشجان، مليئه بال يعني ال يعني. حتى عماد ده قال كلام يعني انا حتى عملت عليه هايلايت يعني، انه يا اخي نحن السودانيين لما نطلع برا يستيل يعني عاداتنا بتكون معانا يعني، اللي هي العاده بتاعت انه ما 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 يعني ما نستفيد من الوقت يعني كويس. فدي انا ما دار اظلم فيها الناس المهاجرين، لكن كمان الزول اللي بيهاجر ده يا جماعه بيكون يعني بيكون حساس جدا جدا، بيكون يعني اي حاجه بتاثر عليه زي ما بقولوا لو 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 هبشته الريشه بيبكي كويس. فيعني عماد خدت الحاجات دي كلها خدتها يعني في الكتاب ده، وقال لكم يا جماعه شوفوا تعالوا شوفوا الناس بتعاني كيف كويس. فعشان كده انا يا حسين يعني انا مفتون جدا طبعا بعماد، عماد ده صاحبي يعني زي ما قال لكم عندنا ونسات وعندنا قعدات كثيره يعني كويس، من سنه طبعا يمكن من سنه 2000 تلاقينا. لكن صراحه الروايه بتاعت تاشيره غياب عملت زخم حتى زخم بس لكونه ذاته عماد يقعد يطلع لنا يكتب لنا تاشيره غياب دي، انا بعتبر انه دي حاجه ما سهله، ما مفروض نضيعها يعني. ياسين لو سمحت لي يعني بس مداخله صغيره، انا تفضل. معي انت انا بتذكر عماد لما عاد من ليبيا نهايه عن طريق مالطا واجينا قعدنا، قام قال لي مغوله ما انساه كله. انا عماد ده بالنسبه لي صديقي يعني ما اقول، فقال لي ثاني غربه انا ما هقترب ما هخلي السودان ده خالص جدا خالص خالص. وفعلا جاء استقر في منزل الاسره في كوبر وكان سعيد جدا باصحابه، وبدا يقدم في الفن بتاعه عبر تلفزيون السودان، والبيت ما شاء الله يعني بتاع كوبر كان هو قاعد براو بيجي بالمسا بقى الفنانين، حد منه المرحوم محمود عبد العزيز واصحابه بتاعين المسرح والدراما، وكنا سعيدين كلها جدا يعني. حتى عماد كون فرقه اسمها مجازفات وكان بتقدم اعمال الشعب السوداني كله كان بتابعها يعني. عماد كان معلش عنده عربيه يجيب كاشفه كده من الحرب العالميه الثانيه، و مرة أنا راكب معه وجي ساقني بالبيت كان عربيتي معطلة، فماشي معه وهو راكب عربيته ده المواصلات دي كلها الحفلات بأشهر الأعمال
يعني عمل. لكن بكل اسف انا جايك الحته بتاعت الهجره، والهجره مره انا عارف انتوا قاعدين في لندن ونحن في وضع سيء جدا جدا، لكن نفسي لو خيرتوا تجي راجع بلدك، ما في الاخر ده وطنك. يعني عماد ده حاول يقدم في عمل في التلفزيون السوداني، بكل اسف الزمن ده ماسكه طيب مصطفى ومعاه اسلام صالح عاملين شركه خاصه، كان بيرفض العمل بتاع عماد، بل بالعكس هم دايرين انه عماد يقدم عن طريق شركتهم ويبيعوه للتلفزيون بسعر عالي جدا، وطلبوا انه عماد يعمل شغل يمجد الانغاز. فهو دي من يعني عماد لو ما ركب البحر غيره حصل له نفس الكيسز دي، وقاموا طلعوا وركبوا البحر وماتوا ووصلوا ما وصلوا. فحقيقة عماد في تأشير الغياب عكس معاناة الشباب السوداني والشباب الأفريقي والشباب العربي اللي ماتوا في البحر يعني. واصل لي ياسين. العافية. برضو أنا دار أعلق على ياسين زادو. أعمل مداخلة أخيرة لو سمحت. جدا جدا يا دكتور تفضل. والله أنا في حاجتين دار أتكلم فيهم. جدا يا دكتور تفضل. أولا ليه الروايات السودانية ما بتنتشر؟ ده أول نقطة. الموضوع هو برجع لعوامل الخيالية يعني مختلفة. أول حاجة الشعراء السودانيين أو الروائيين السودانيين الناجحين ما بينشروهم السودانيين، بينشروهم العرب. مظبوط كلامك صح. ده واحد. الشيء الثاني مع الأسف المثقفين بتاعيننا السودانيين عندهم درجة من الحسادة عالية جدا، حسد يعني لا يمكن الواحد يتوقع إلا الناس يكونوا قريبين لك وأصحابك وكذا، لكن عموما ما في زول ده اللي زول يكون أحسن منه في السودان. صح كويس. ده عامل ثاني. العامل الثالث اللي هو الشخصية السودانية ذاتها بتواضعها وعدم اعتدادها بنفسها وبموهبتها، ما زي أخواننا العرب مثلا، أنا عشت معهم وبعرف منهم مجموعة كبيرة جدا، دائما يعني الأنا عندهم عالية جدا، أنا عملت وأنا سويت وأنا كده. لكن السودانيين زي ما كان الشيخ الطيب صالح حتى كلنا يقول لك هو ده طيب وصالح. ليه؟ لأنه متواضع، لأنه يقول لك يا أخي أنا تربالي بس، أنا ذاتي، أنتوا ذاتكم يا إخواننا قايمين وقاعدين في الموضوع ده، شنو يعني حاجة بسيطة كفاية أنا كتبتها. يعني ما بدي الانطباع إنه حاجة دي هو لها قيمتها، بيخلي الناس هم دي، ودي يعني يمكن طبع سوداني يمكن صوفي يعني له ذري بالارتباط بالثقافة الصوفية في السودان وكده. من العوامل المهمة طبعا حركة النشر ذاتها في السودان كانت ضعيفة من قبل الاستقلال، يعني احنا ناس كانوا بيضعوا لنا وبيجيبوا لنا، لكن حركة النشر قوية في السودان ما قامت أصلا، ما قامت. كنا نستورد احنا من بيروت، نستورد من القاهرة، نستورد من بغداد، لكن ما في، وإلى اليوم ما في حركة نشر قوية في في يعني كتجارة بالمعنى. في ناس بيجاهدوا بطريقتهم الخاصة زي عزة وزي كده، ولكن هم زادوا ما بيطبعوا في السودان، بيطبعوا برا وبيجيبوا كتب للسودان. ده من الأشياء المهمة. طبعا الظرف السياسي ذاته يعني ما سمح بفترة 30 السنة الفاتت دي إنه الزول ذاته يرجع بلده ولا يبقى مشهور ده وسط أهله. لكن أنا حتى عماد السعدي رجع السودان وبدأ يظهر في السودان، الناس حيلتفتوا غالبا لمواهبه الثانية بتاعت المسرح والأشياء دي أكتر من 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 هنا من 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 موهبته الحقيقيه اللي هي انا بعتبرها هي دي موهبه يعني مركبه، اللي هي الروايه بتستخدم كل المواهب اللي عند الانسان. فالناس حيركزوا على اشياء ثانيه ما حيدوا دي حقها يعني من النهايه. ففي عوامل متشابكه في الحته دي. ده النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه هي الغربه دي بتبتدي بتين. الغربه دي بتبتدي فينا احنا من صغار، مما شالونا من أهلنا دخلونا المدارس، طوال إحنا حسينا بغربة إنه إحنا
يعني لا ننتمي لا هنا ولا هناك. تجي انت في البيت في ثقافه موروثه معينه، تمشي في المدرسه يدوك حياه ثانيه، يدوك كتب اجنبيه ويفتح افاقك على اشياء انت ما موجوده في حضارتك، فانت تضغط. ودي الفتره اللي الشعراء وكان الفنانين وكده حصل غربه عابد درويش وغربه يعني اشرف الصافي الجماعه اللي بدات في السودان، ما بدات برا، ما بدات جوا يعني برا السودان. هم حملوا الغربه بتاعتهم دي وحملوا تناقضاتهم، حملوا يعني مشكله الاشكاليه بتاعت الهويه. هم شنو من اكثر الحياه في الروايه مثلا بتفضح الاشياء دي في الحته اللي هو بيغرقوا، كان يعني عامر درويش بيتكلم هل ايش الشحر يقول عشان يموت وهو مؤمن ولا يتمسك بالحاده وبحاجاته دي، النزاع في الحته دي ما بين الموروث وما بين هو بيؤمن به. ونفس الشيء لما مشى يعمل الاقامه نفس الشيء، ولما ولده تنصره طوال انقلب الموجود داخل المثقف السوداني ده بادي من السودان، بذرته في السودان ما برا. ومصطفى سعيد بذرته بتاعت الغربه اخذها من السودان، حتى لما فارق امه كانه هم قال غريبين تلاقوا تفارقوا. صحيح. وجزاكم الله خير. يا سلام عليك، شكرا يا دكتور. نضيف على كلامك. الو ايواش الو الصوت ايوه تفضل يا عماد. انا اضيف لكلام الدكتور في جانب ثاني اللي هو الجانب السياسي، انه يعني احنا مركزين على السياسه اكثر، يعني اي شيء لازم يكون فيها سياسه في السودان، يعني السياسه لازم تتكلم عن السياسه، لا تكتب لازم تكتب عن السياسه عشان الناس تقرا عليك. يعني حتى دار على الله على كلام جوي قلت انت الاختزال اللي حصل للطيب صالح، انت عارف هو مش اختزلوا في كتاب في روايه واحده، في النهايه السياسيين اختزلوا لك في من اين اتوا هؤلاء، كل كتب ديك راحت بقت البغوله بتاعته السياسيه دي، من اين اتوا هؤلاء، الناس كلها نسوا للطيب صالح بقى مختزل في مغوله سياسيه. فدي مشكله كمان اساسيه، انه احنا ثقافتنا ثقافه سياسيه، فلو ما كتبت عن السياسه ما في زول بيقرا عليك، يعني دي اضافه لهنا. ففي نقطه بقدر اقولها برضو لكم انتوا الاثنين، يعني ياسين ودكتور عبد المنعم، فانتوا الاثنين برضو يعني بتشاركونا في نفس الحاجه دي، يعني الاثنين روائيين يعني. وانا بالتحديد طبعا مو يعني زي ما انت معجب بالروايه دي، انا معجب بكتابه ليك، وانت برضو مفترض تجتهد فيها، اللي هي انت من اول الناس السودانيين، ممكن زول تاني يكون كتب عن كوسوف عن البوسنه، يعني انت كتبت عن البوسنه دي ما في زول كتب عنها سوداني افتكر، او ذاته عنده خيال لانه يعرف البوسنه دي حصل فيها شنو، يعني كنا الناس بنعرف الحرب المدوره دي، انت كتبت عنها كتابه جيده جدا، يعني كتابه جميله، واتمنى انها تنتشر يعني وتطلع لنا روايه مختلفه، يعني رحله في اعماق الواقع. ايوه والله يا عماد، شوف ما هو اسي زي ما قال حسين ودكتور عبد المنعم، الشيء الرابط الروايات بتاعتك اللي هي الذاكره والسكه حديد، تمام؟ ايوه صح. يعني ممكن انا برضو او نحن بنتشارك برضو في الهجره، يعني الرحله في اعماق الواقع اللي هي يعني طبعا لسه هي مسوده واتكتبت وكل شيء، لكن ما ما ما, ما نشرتها يعني. اللي هي عندي ثلاثه روايات، يعني اللي هي الحلوه الترحال. والحلوه الترحال دي يعني يمكن تكون يعني سيره ذاتيه، انا بومن بشنو، انه مفروض اي زول يكتب السيره الذاتيه بتاعته، ما بالضروره انه الزول لحد ما يبقى مثلا زي باراك اوباما ولا يبقى زي منو بعد ذاك او توني بلير وكذا بعد ذاك، بعد ما يصل خلاص المجد السياسي بتاعته يكتب لنا، لا ممكن اي زول يكتب السيره الذاتيه بتاعته. فانا في الحلوه الترحال يعني كتبت باعتبار ان هي دي السيره الذاتيه بتاعتي، يعني كتبت فيها من
أن أنا صغير لحد ما أنا يعني. رحلة في أعماق الواقع اللي هي يعني بتتكلم عن شنو؟ إنه أصلاً القصة بدأت بواحدة، يعني أنا الشخصية دي لقيتها شخصياً، يعني البنت دي أبوها سوداني وأمها إنجليزية، يعني لقتني أول يوم أنا أجي هنا في بريطانيا البنت دي لقتني، يعني تعرفت عليها وكده، وهي ذاتها ما يعني ما صدقت إنه تلقى واحد زول سوداني، يعني إنه باعتبار إنه زي عمها أو كده يعني. بعدها عرفت منها إنه أبوها ده خلاها وهي صغيرة وكده، وبعدها عرفتني بأمها، وأمها بعدك هو سافرت، يعني القصة فيها جزء حقيقة وجزء بعدك يعني خيال خيال، تمام؟ نجي راجعين تاني اللي هو المحور بتاع الهجرة يعني. فحتى يعني الرصاص وغربة اللي هي ساعة كتاب الرواية في المطبع إن شاء الله، وإن شاء الله قريب تطلع، فبرضو نفس الشيء هبدي بتتناول نماذج بتاع شباب كانوا في السودان عايشين مرتاحين، يعني واحد تاجر، واحد بيقرأ في الجامعة، وواحد شغال ضابط في الجيش وكده، وشنو الظروف السياسية خنقتهم وخلتهم يطلعوا. فأي واحد طلع بطريقته، يعني ما كانوا زي ما زي ما كانوا شلة زي ناس عمرو درويش وكده وشنو، لا لا، في السودان أصلا ما كانوا بيتعارفوا. فبيتعارفوا وين؟ يتعارفوا في الغربة. فطبعا يعني نحن بطبيعتنا نحن السودانيين دي من الحاجات الجميله او الجانب المشرق، وننظر للنصف الاخر من الكاس، اللي هي نحن السودانيين لما نتلاقى في الغربه خلاص بتتلاشى الحاجات اللي بيناتنا، يعني انه خلاص بتحتبر انه زول ده اخوك وصاحبك، وبتحاول انك انت بقدر الامكان تطلع لك حاجه مشتركه بينك وبينه في السودان يعني. كويس. فهذا كله شنو؟ عشان انت تزيد القوة اللي هي قوة العلاقة بيناتكم وكده. في رصاص وغربة اللي هي انا جبت النماذج ديل، يعني نماذج بتاع من كل بعد ذاك الناس ديل قاعدوا برا وعانوا ما عانوا وتعبوا وتشاقوا ويعني يتعنصروا عليهم، حتى السودانيين في بعض يعني يتعنصروا عليهم، لكن هم جابه الحاجات دي زي الشجرة، يعني الشجرة دي لما تنمو بتمر بظروف قاسية جدا جدا عشان تحافظ على البذور بتاعتها، عشان تكون الجنريشن بتاعها يكون متواصل يعني. فالشباب دي عملوا كده يعني. ففي النهاية هم اللي حركوا يعني نحن عندنا ناس، يعني عندنا في السودان للأسف يعني المفهوم العام إنه والله يا أخي الناس اللي قاعدين برا دي كلهم معارضة وقاعدين في فنادق ومرتاحين وكده يعني. يعني الليله دي انا متاكد عماد لو كتب لي بوست في الفيسبوك وكده عن السياسه وانتقد حاجه، طوالي حيجي زول يقول له يا اخي انت قاعد في فندق ومرتاح وكده يعني. ما يعني النظره، يعني الناس يعني توسع النظره بتاعتها، يعني ما يعني تدي الحاجات حجمها الطبيعي يعني. يعني انا الليله لما جيت وحنست عماد ويجي، ولانه باحتمال انه تاشر الضياب بتاع عماد يعني هي صح، يس عماد لما نطلعها بقت بعدها ملكنا نحن كلنا، لكن في النهايه هو صاحبه، هي البذره دي بذرها عماد. طيب عماد ده بذره، نحن دورنا شنو؟ تمام. فده نفس الاسلوب اللي انا عملته في 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 رصاص غربه يعني. فان شاء الله باذن الله الروايه تطلع والناس يجوا يناقشوها ويشوفوا النماذج بتاع الناس اللي عاشوا برا وكده يعني. ان شاء الله. لو سمحت لي يا ياسين. يا ياسين تفضل يا حسين. اي قلت لك انا بضيف لدكتور عبد المنعم يعني عدم انتشار الروايات السودانيه، الاسباب الذكرى دي كلها طبعا صحيحه وهو راجل عالم ومتمكن اكثر مننا، لكن انا حقول كلام ممكن حتى عماد يمكن يكون اول مره يسمعه. يعني انا عطر النساء دي عماد في الخارج انا شلتها لواحد بيقول للاسف هو صديق لعماد وكان صحفي في جريده ماسك الملف الصحفي اول صفحه صحفيه، وديته الجرايه قراءه وطلبت انه يعني يكتب عنها، وانا كنت متاكد جدا وفرحان حيكتب، لكن بقول للاسف يعني خزني ما كتب عنها خالص. يعني ده باكد كلام عبد المنعم. واضرب لك مثلا احنا السودانيين يعني في جوانب كده ممكن تسمينا اعضاء بعض او اعضاء النجاح. يعني عندنا الكاتب والفنان ما يكرم إلا هو ميت. فأديك مثال، مثلا الفنانة جواهر هي فنانة صغيرة مأمورة، لكن شقت طريق آخر ومشت نحو النجومية والعالمية سيمي، حتى ملو طريق القاهرة. شوف كمية النقد اللي لقته،
الفنانه جواهر لانها هي ده الدور نفسها. فده كله بصب في 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 كلام دكتور عبد المنعم، انه يعني ان احنا عدا النجاح يعني مع احترامي للناس اللي بيشجعوا النجاح، لكن في ناس كثار عدا نجاح. فبقول انه يعني 30 سنه انا ما اقدر اخش في السياسه زي ما انت قلت ما سياسه، لكن دي برضو كان عندها عوامل مؤثره جدا. كثير من المعارض بتاعت الكتاب السنويه اللي بتعقد كان جهاز الامن بيحضر كتب كثير جدا من العرض، من ضمنها عطر النساء ده كان محظور، ودي من الاسباب اللي ممكن ساعدت في عدم انتشاره. يعني مجرد افكار في روايه قد تكون خيال او قد تكون جزء من الحقيقه، جهاز امن كامل يفرض كتاب عشان يحمي نظام. فدي كل عوامل ما ساعدت، لكن انا بتفق وخزعبلات. يعني انا الليل حصل لي موقف ممكن غادي يكون بعيد شويه من بتاعه، لكن اوريك ان احنا يعني وصلنا لوين من الخزعبله بتاع 30 سنه. قال لي انا بتكلم مع زول عندي شغل معه في التلفون، فجاه قطع الخط. فبعد 10 دقائق رجعت له وكان كنت بضرب وما برد. بعد 10 دقائق رد علي قلت له انت قطعت لي الخط ليه؟ قال لي يا اخي الاذان كان بيأذن. فما عارف يعني علاقه الاذان بالشغل ولا الكتاب، والله احنا كنا بنغني. عموما ضم موضوعنا، لكن انا عندي راي يا اخي ياسين. انا شايف الحضور يعني ما كثير، وانت ساعي بانه الروايه دي تنشر ولو باضعف الايمان. يعني هسه الليله ده يعني يمكن في ناس في الفيسبوك يعني سلطنا الضوء على الروايه، لكن انا بتوقع انه تعمل منتدى ثاني او لغاء اخر تحدث شخصيات بعينها، يمكن في يعني الناس اللي تحدثوا هسه انا من السودان افتكر. فافتكر انه يعني عماد ما يعني عماد ما نحن نخلي عماد عشان هو يجري الشر نساعده عليه. فافتكر تحدد لك لغة ثانية ممكن كافي وتختار شخصيات من السودان أنا ممكن مساعدك والمشاركة تكون أكبر. جداً جداً. زي ما قلتها الرواية ما لقت حظها يعني من النشر، يعني وحرام يعني نحرم الناس من العمل ده. والتحية لكم. الله يديك العافية حسين. لك حسين. تسلم يا. هي شوف أنا 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 في رأيي يعني الحاجات دي ما كلها تلوح أفكار. يعني عماد ذاته لو ما في حاجة أسأل سؤال ده حذر لعماد قبل ما واصل في الماء. عماد الموتيفيشن اللي خلاك تكتب تاشيرة غياب شنو؟ أنا ما أعرف قلت شنو؟ أيوه أي معك يا ياسين، قلت السؤال شنو؟ السؤال إنه الحافز أول حاجة اللي خلتك يعني. أيوة. أنا مثلا لما بديت أكتب وكتبت رحلة في أعماق الواقع اللي هي القصة بتاعت يعني اللي هي سارة دي هي اللي خلتني انه اكتب القصه. فحتى يعني ما كتبت اسمها هي، لكن أيوة هي اللي خلتني. هو كله في كل موقف يعني حتى لو ما بكون هو مباشر او هو الاساسي او الرئيسي في الروايه، لكن بيكون في سبب محدد بخليك تكتب الحاجه. انا الصراحه ما اول مره اقول الكلام ده. يعني في هولندا حصل لنا يعني شاب صديقنا كان في أمستلفين، فمتزوج سرنامية فسوداني هو، فعنده طفل أنا ما كنت بعرفه اللحظة دي كويس. فعنده طفل للأسف في عمر 6 سنوات سقط من الطابق السادس في عمارة ويتوفى الولد في الحال يعني. فكانت صدمة بالنسبة لي. يعني أنا رغم ما بعرفه لكن المشهد والموقف كان بالنسبة لي صادم جدا. ف كنت طوالي بتخيل يعني فترة طويلة وأنا بتخيل الطفل ده هو ساقط من فوق السوان اللي كانت قبل ما يرتطم بالأرض. كانت بالنسبة لي دي ما يعني هواجس لدرجة إنه ما كنت بقدر أنوم. فده كان ده السبب اللي خلاني قوم أكتب عشان أقدر أطلع من الـ من الـ من الهاجس ده. قمت أكتب، فقمت كتبتها، واللي هي طبعا جاية في الرواية بس لحظة اللي هو المرة الهولندية الوقعت من الطابق هي الرابط يعني بس عشان نربط الحاجة. لكن ده السبب اللي خلاني أكتب هو مع إنه بعيد جدا عن أحداث الرواية، لكن كان هو الدافع اللي خلاني أكتب كقصة قصيرة. هو ببدأ الحاجة كقصة صغيرة يعني عشان أمره، وبعد ذاك ربطتها على سنة تكبر رواية. لكن ده السبب هو زي ما ذاكر قبل المونتاج عندنا زول صديقتنا كانت أبوها ضاع في باص، يعني الباص جاي من الكفرة أو من ليبيا للسودان، يعني ضاعوا في الصحراء وماتوا يعني. فالحادثة دي برضو كان لها تأثير رهيب معاي، لأنه كنت بحاول أشوف الناس دي كانت عايشة كيف يعني.
وهم متوقعين الموت في أي لحظة وما عندهم موية وقاعدين في صحراء. فالأجواء دي بقت معي فترة طويلة جدا وقلقت بي يعني، فكان لابد أطلع منها بكتابة يعني. فممكن يكون الحدث ما أساسي لكن ما رئيسي في الرواية بعد ذلك، لكن هو يكون سبب في الرواية. الشرارة. نعم بالضبط الشرارة. عماد 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 الطيب، عماد براكة، براكة دي جات من وين؟ جات من ليبيا. هي في ناس كتار طبعا بيزالوا عماد براكة دي جات من اللي هي البراكة، هي الكرفانة في جامعة قريونس لما مشيت أدرس هندسة. فأنا ما كنت عندي منحة دراسية، فالطلبة كلهم السودانيين الجو كان جو منحة دراسية نزلون في بيت اسمه بيت الوافدين، عمارة كده قعدوا فيها. فأنا لأنه جاي من برايا يعني مقدم بطريقة خاصة، فقاموا قال لي تقعد في كرفانات دي، هو سموها اللي بين البراكات. فأخونا صديقنا عصام هباني كان طالب معنا في الاقتصاد قدامنا كان، فكان بيزال زميلتي كلها عماد، شفت عماد وكان في اثنين عماد، فاسم عماد في اثنين يعني. فكان بتقول لي عماد اللي يسكن في البراكة، هي كانت لهجة الليبية يعني، فكان بيجي يقول لي عماد البراكة، عماد اللي يسكن في البراكة، فمشيت عليه عماد براكة بعد ذاك. طبعا دي يعني مثلا انت بحت انه الاسم، لانه عماد الطيب براكة انا عارف انه براكة بال ما اسمه يعني الكرفان عند الليبيين اسمه براكة يعني. أي. طيب نحن يا جماعة فضلينا زي ربع ساعة يعني، لو في حسين في واحد من الشباب وافد الان سهلنا بيه. بس انا داير اقول يا ياسين معلش لنا شغل الفيديو، داير اقول انه عماد يعني استفاد من مواقف ولقيت يعني مثلا انا في عطر نسائي لقيت يعني في موقفين، واحد هو عايش معي، واحد صديق لنا وكان عنده مشاكل اسريه وهاجر من البلد، وحتى لما جه السودان نزل في فندق وما اتصل باهله وابوه وامه قاعدين وكان بيشوفه من بعيد، والصدفة لمتنا بالشخص ده وعباد استفاد منه في عطرة ذا لقيت ثانيا في يعني موقفين حصلوا لي أنا شخصيا بدون ذكر تفاصيل يعني، عماد سمع مني لقيت موجودين في الرواية لكن طبعا بطريقة أخرى يعني. فشايف أنت زمنك بعدين أدي فرصة للناس، أنا يعني بتمنى أنه عماد يعني يواصل الكتابة وعلى نفس النهج الجميل ده، وإن شاء الله ربنا يوفقك، وان شاء الله مهم جدا النشر للروايه دي في السودان يعني ان شاء الله، ونسمع من الشباب ان شاء الله. جدا تسلم يا حسين. وطبعا يمكن عماد ده ماسك من الحته بتاعت مغل مجد يعني انه يطلع حاجه بسيطه لكن حاجه تكون زي العطر الباريسي اللي هي يجيبوا فيها كميه بتاعت ازهار كويس، ممكن يكون يعني شاحنه بتاعت ازهار عشان تطلع فتيل بتاع 50 مللتر يعني. ايوه يمكن 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 عماد يكون شغال بالمبدا ده. فالشباب معانا يا جماعه لو في اي زول عنده مداخله عنده اي حاجه. طيب يا دكتور السلام عليكم، واول شيء اكتشفنا انه عندك مواهب ثانيه يا دكتور كاتب دي معلومه كويسه الليله هبش لنا استاذ عماد. وأستاذ عماد والله أنا كنت مستمتع جدا بالجلسة دي من قبل، عندي مداخلة برضو كل مرة أقولها أجلها. يا سلام عليك يا طيب. أنا والله ما قريت الرواية بتاعتك عشيرة غياب، لكن إن شاء الله بعد ده أقرأ. للصدفة لقيت أنه أنا عندي قريب من السرير بتاعي رواية عاصف يا بحر كتب عاطف حق سعيد. أيوة. يعني حسيت أني أنا التفاصيل بتاعت عاصف يا بحر دي جزء منها كبير متوفر في التفاصيل اللي ثرتوها ويتكلموا عنها دكتور عبد المنعم وأخوك حسين. فالمعضلة بتاعت الهجرة والاغتراب والموت، ونترحم على الشاعر السوداني اللي توفى اليوم عبد الوهاب لاتينوس. المأساة اللي قاعد تحصل وبتتكرر كل مرة يعني، أنا لو سمحت لي أقتبس بس في غلاف عاصف يا بحر في مقولة يعني. عندما فتحت عيني كانت الشمس تغمر الفضاء تماما حتى أوجعني ضوءها فأغمضت عيني لبرهة ثم فتحتها فهلني ورأيت، إذن هكذا تحدث الفجيعة وتنتج الكوارث، إذن هكذا تثكل الأمهات وترمل النساء ويتم الأطفال على مذبح الأمان والرغبة في الهروب والخلاص. وبين كل فصل وفصل عاطف حش سعيد بيكتب قصاصات أو أبيات صغيرة
يقول مثلا فيها لا أحد يرحل عن وطنه إلا إذا كان الوطن فمقرش يمكنك الرد نحو الحدود عندما ترى المدينة أكملها تركض أيضا. الفكرة بتاعت المنتدى الشعري أو المعضلة بتاعت الاغتراب والغرق والموت والمعضلة الأخلاقية اللي بتواجه الناس زي ما القصة سردتوها بتاعت التكوين الأسري والعادات والتقاليد في 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 الغرب بصورة عامة، عايزك تربط لي بين روايتك وبين رواية عاطف حاج سعيد مداخلاتكم إن شاء الله. والله طبعا أنا الرواية اللي بتتكلم عنها ما قريتها، لكن واضح إنه الفكرة هنا بتصب في نفس الكلام اللي كتبناه، أو يعني دار اختصر لك الفكرة. يعني مثلا ياسين لقيته معي انت؟ ايوه يا عمال. يعني مثلا ياسين كاتب رواية اللي وانا قريتها روايته اللي هو بنفس في نفس المجال او في نفس الغربة، يعني بيتكلم عن نفس الغربة. فالروايتين الكتاب الاثنين بيتكلم عن الغربة، يعني احنا كلنا بنكتب في الحاجة في همومنا، يعني الكاتب يكتب عن الهموم، عشان كده ده الرابط الممكن يكون بين كل الناس، يعني خاصة الناس اللي بيطلعوا برا، يعني بيكتبوا في هموم، يعني فافتكر انه دي اشياء عادي، يعني انت الناس اللي قاعدين في السودان ما طلعوا ممكن هم كتبوا بس في مجال الحاجة اللي بيعرفوها، يعني زي ما قلت انه الكاتب عادة بيكتب الحاجة اللي بيعرفها هو. يعني اتمنى انه يكون دي اجابة لسؤالك. نعم، دي ما برضو بترجعنا للكاتب المغربي اللي هو بتاع محمد، اللي هو بتاع محمد شكري، محمد شكري، محمد شكري الخبز الحافي. فالخبز الحافي دي كتبها يعني عن الأسرة بتاعته، يعني ما مش بعيد، ايوه يعني سيرته الذاتية يعني. فحتى عمل له مشاكل مع أخته وكده يعني. فهو في النهاية الكاتب هو ابن بيته، يعني أول إنسان عامة ابن بيته، يعني بعدها بيجي الكاتب وكده. فيعني لأنه يعني نرجع بس سريع قبل الوقت ما يشرقنا، الرواية بتاعت طاشرة غياب اللي هي تناولت لنا مراحل، اللي هي مراحل الشباب دي لما كانوا في السودان زي ما قلت، بعد ذاك لما هاجروا، يعني الهجرة دي ذاتها يعني الحتة بتاعت إنه بس من جو، أنا ما يعني الكاتب ده خطاهم في مالطا، بعد ذاك من مالطا يركبوا البحر عشان يجوا إيطاليا، بعد ذلك بتقوم المركب بتاعتهم دي تغرق، يعني يغرقوا كلهم. يعني كان يعني انت بتحس، يعني بتحس بالشمس، يعني لما تقرا في 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 المشهد ده او في الحته دي بتحس انه بالشمس مع مويه الملح مع الخوف مع المركب اللي حتغرق مع يعني انت ذاتك بتكون بتحس يعني الاحساس ده بيجيك يعني كويس. بعد ذاك ما بالك انه هي الثواني قبل الموت، يعني الحته الخلاص انه الاثنين دول متماسكين الاصحاب قنديل وعامر درويش، انه دايرين يعني خلاص عامر ده اللي هو قنديل ده حيقرض كويس. بعد ذاك بتجيه هو ذاته، يعني عامر درويش بيعتبر نفسه انه هو غيرك، لانه بتجيه كده حاجه زي الاحلام او حاجه زي الرؤى كده. بعد ذاك بيشوف أهله الماتوا، بيشوف شنو لحد ما يلقى نفسه ملفوف في بطانية بواسطة خفر السواحل الإيطالي. يعني الحتة دي بس يعني يعني اللي هي دي زي أنت خطيت مايكروسكوب لحياة الزول لما يمشي الغربة، ما أنت زاد الغربة دي ما بحر، الغربة دي أنت كأنك أنت بحر، يعني ممكن في أي لحظة انت مهدد فيها بالطوفان، مهدد فيها في اي لحظه المركب بتاعك يتقدم بيك، اللي هي الهاجس بتاع شغلك، الهاجس بتاع انه الاسره بتاعتك، الهاجس بتاع بلدك. يعني ناس دي احنا كل ما الواحد تجيه رساله من السودان بتزيد الهموم اللي عليك يعني كويس. فانت لسه انت برضك في بحر، يعني ما معنى انك انت والله جيت وقعدت واخذت الجنسيه واخذت قريت والدكتوره والشنو والشنو والشنو، انت لسه المركب بتاعتك مقدوده. ايوه، طالما المركب بتاعت الوطن هناك مقدوده فانت لسه يعني صح فعلا. ايوه يعني. لو سمحت لي ياسين تفضل. ايوه تفضل ياسين. انا والله كنت سبقتني يمكن في الحته دي، انا يمكن اكثر حته حزينه وفي نفس الوقت معبره، اللحظه بتاعت عامر درويش لما يجد صاحبه وهو يخش في لحظه بتاعت اغماء زي ما قلت، ويوصل الغاع ويلاقي امه يعني الفقده، ويلاقي كل ذكرياته، ولما يصحى على طالب طب صومالي في مركب اخرى اللي هي ادته
وصلته للنجاة يعني للسواحل. فالحتة دي يعني عماد براكة وصفها وصف دقيق جدا جدا، وأنا شخصيا كنت بشوف عامر درويش دي جوا البحر يعني في الأعماق المحيط أو أعماق البحر الأبيض المتوسط وصل كيف، دي بتخليك تتمعن يعني. يعني الحتة دي يعني عماد يعني أبدع فيها حقيقة. شكرا لكم. الله يديك العافية. طبعا شكرا يا الحته بتاعت انه صديقك ذاته يضيع منك في الغربه دي يعني، او مثلا يعني صديقك يغرق برضه، دي حصلت يعني، حصلت ضياعات كثير يعني، انه يكون صاحبك ويكون عشتوا مع بعض سوا وسكنتوا مع بعض سوا، فجاه كده تلقاه هو مشى في حته ثانيه يعني، مشى في حته انه هو مثلا ينحرف، حته انه هو مثلا مشى في خط غير الخط بتاعه اتليست، حته انه هو ذاته مشى انتهج ليه ونهج وبدا يخونك او بدا يعني برضو بحر في النهاية برضو بحر يعني. فأنا أعلق على الحتة بتاعت الوصف عادة، فأنا لما نكتب يعني لو ما شفت الحاجة ذاتي يعني، هسا أنتوا بتتكلموا عن الوصف بتاع البحر ذاك، أنا برضو كنت بشوفه بحس بأنه أنا لو ما شفت الحاجة وأنا بكتب، لو الجملة ما وصلتني لي أشوف، أو أنا بشوف لو ما شفتها أي وصف بعد ذاك بكون مجلي معي، ما بحس بأنه هنا جليت، فلازم اشوف الحاجه قبل ما يعني قبل ما اكتبها لازم اشوفها. ايوه ده عشان كده بحس بانه لما الناس يقول لي يا اخي انا شفت الحاجه دي، فبكون عارف ما بقوم بقول له يا سلام، لانه انا اصلا شفتها قبل ما اكتبها شفتها. فدي بس الفكره بتاعتي انه لازم تشوف الحاجه قبل ما تكتبها. دي بس يا عماد كان وضحها لنا يعني، الغرق ده شفته كيف يا غرقت انت ولا كيف؟ لا الوصف قصدي يعني انت الحاجه شفتها انت واثناء الكتابه، انا شفتها برضو واثناء بكتب انا شفتها يعني. مثلا انا مره قحيت وانا بكتب في حاجه كان عندها علاقه بتراب يعني، ايوه في 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 ذاكره قبل المونتاج، لما يعني حسيت لما الغبار جمارك لي يعني ما اقدر ابالغ، لكن حسيت بانه انا الغبار دخل يعني حقيقي من الوصف اللي قاعد، او من الـ يعني هو مش وصف، هو الحاله بتاعت التغمس يعني. دكتور عبد المنعم قال انه بيقدر عنده حاله بتاعت انه هو التغمس يعني، اللي قلتها انه عنده علاقه بالتمثيل، انا بحاول اتغمس الشخصيه اللي بكتب فيها، فدي حالات بيعرف الممثل يعني كيف انه يوصل للحته دي. فالتغمص بخليك انه انت قريب من الشخصيه، عشان كده بتحس بالحياه قريبه وبتعرفها وتشوفها يعني. والله اعلم. عماد اعلم. عماد يا اخي ما تغيب كثير يا اخي، ما تغيب كثير ان شاء الله يا سيدي يا اخي. وسعيد جدا بلغانا ده ثاني بعد السنوات دي، لكن عندنا لما قبل ما نسافر ترجع السعوديه قبل حنقابل ثاني ان شاء الله نمشي. وسعيد جدا بشباب معاك، وسعيد ب قبل ما نختم يا استاذ بس عندي مداخله اخيره، او يا سلام يعني عليك، عايزكم نصيحه ل في السودان الان معظم الشباب وبسبب الوقفه بتاعت المظاهرات بتاعت الثوره في السنه اللي فاتت وحسين وقفه الكورونا، معظم الشباب لو لاحظتوا بقت افكارهم يقول لك السنبك بس في الشارع السوداني، ظهرت في السوشيال ميديا في كل حته الونسه سواء كانت جاده او ما جاده، السنبك بس. نصيحتك او رؤيتك لكلمة السنبك بس دي شنو؟ جاية في القافية بتاعت تسقط بس، يعني حاجة زي ما قالوا بيقولوا الشباب يا ركوب راس أو اتجاه واحد. طبعا هو بس الآن الزول في السودان بمر بظروف بيشوف إنه أي حالة تانية غير الحالة اللي هو فيها أفضل يعني، حتى السنبك بيشوفه أفضل. هو طبعا أنا كتبت الرواية دي على سنة أقول إنه ما أفضل الحاجة دي يعني دي تأشيرة غياب يعني. أنت لو حاولت تمرق بالطريقة بتاعت المرغوبين از عامر درويش ده غياب يعني، دي ما تأشيرة خروج أو مغادرة لبلدك، دي غياب يعني. وما الغربة أي زول بتوفق فيها وما أي زول بيقدر ينجح يعني. يعني بعد الثورة دي أنت من الأفضل أنه تعمل، حتى لو تعمل ثورة ثانية ضد الناس اللي سرقوا ثورتك أفضل لك مما أنا يعني، أفضل تحسن بلدك يعني، أحسن مما تطلع تحاول تحسن. يمكن إحنا مروقنا يعني برضو ما معناته احنا يعني افضل حاله، بس احنا انانيين اكثر يعني، دي انانيه من الزول اللي بمروق اناني بالمناسبه لانه مفتش على مستقبله بس يعني، فنحن انانيين، فيا ريت انه الناس ما تقبل يعني يكون افضل مننا ويصلح بلده، لانه منو حيصلحها يعني انت لو مرقت يعني.
فلانه ده انتوا اللي قمتوا بالثوره، انتوا اللي بتصلحوها، احنا عجزنا عن انه نضغطها وعجزنا عن انه نقوم نكون سوار في نفس اللحظه دي فمرقنا يعني. فانا بعتبر احنا دي انانيه مننا. وبرضه اكرر انه ما يعني السنبق ده او البحر ده يعني حاجه خطيره يعني، فيا ريت الاجتماع النابئ والمشاهد اللي بنشوفها في الاخبار حاجه يعني مؤسفه يعني اللي بتحصل لي. نعم طبعا طبعا الله يديك العافيه وفي انت خديت النقطه في الحرف الاخير يعني، اللي هو ان احنا الغرض من النادي مش انه بس كمان نبرز الروايه بتاع طاشير الغياب وبس يعني، بس حتى برضه نوري انه طاشير يعني فعلا هي طاشير الغياب. انت عارف الزول في الغربه بيموت كل يوم، كل يوم بيموت، لكن انت في وطنك بتموت مره واحده يعني، يا موت موت عديل يا موت شهيد يعني، لكن في الغربه دي انت بتموت كل يوم. فانا صراحه يعني ما بنصح اي زول يعني، حتى انا اخواني بيوم من الايام كانوا ماسكين لي في رقبتي نطلع ونطلع وكده، قلت يا جماعه انا قدرت اطلع يعني، انا ما طلعت بي 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 بيدي يعني، ولا مشيت كده وقفت في 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 يعني الشباك بتاع السفارات وكده عشان انه انا هاجر، انا ما فكرت انه هاجر، لكن اجبرت ولقيت نفسي في الهجره. ف يعني زول المهاجر ده بيموت كل يوم يعني، كل يوم انت بتموت يعني كويس. فعشان كده ما في يعني السنبق ده مرفوض يعني، انا حتى الكلمه دي بقولها هزار لكن يعني بتقلقني جدا يعني او بتدعبني جدا يعني. فالناس زي ما قال عماد دي، نحن انانيه مننا ونحن خلاص يعني انه شنو يعني أجبرنا وزرعنا يعني، حتى بعد ذاك الواحد بقى يعني بقى مربوط بأسرة، مربوط بحاجات كثيرة جدا. فنحن ما دايرين الناس برضو يغلطوا الغلطة بتاعتنا يعني، يقعدوا في بلدهم يعمروا بلدهم واسع، نحن كل الحاجات اللي بنعمل فيها دي على سن الناس تكون قاعدة في بلدهم ونحكيس لها الحاجات المشرقة والحاجات السيئة. لكن صراحة ما بنصح زول إنه يطلع من بيتهم، مش من حلتهم، مش كمان يطلع من وطنه يعني. انا في النهايه يعني ما في حاجه اللي زول، لو في زول عنده مداخله عشان الوقت والشباب بس اقول لكم حاجه واحده واستودعكم الله، لانه دارين نصلي المغرب بعد ده خلاص. خليك يا دكتور بس حاجه واحده، انه يا اخواننا حكايه المقلدي يا اخواننا، نحن بنكتب اي حاجه في وقتنا الاضافي لانه ساكن المعيشه، وعندنا أولاد دارين نربيهم وأهل دارين نساندهم والحاجة زي دي. إحنا زمان نذكر لما كنا طلبة في الطب، كان معاي صديقي مصري، فكل ما نمشي لمسرح أو نمشي لنا لندوة ونمشي لنا لمعرض بتاع رسم ولا حاجة، تلاقينا المذيعة بتاعت البرنامج الثاني اللي هو ده كان برنامج الثقافة، فبعدين سبع الناس تقول لنا يا دكتور. فقامت جاتنا سألتنا قالت انتوا مش تدرسوا طب؟ قلنا لا ايوه. طب الطب ده مش صعب؟ قلنا لا طبعا. طب انتوا انا كل ما اروح مكان الاقيكم انتوا بتدرسوا امتى؟ فصاحبي المصري كويس جدا قال لا احنا ندرس في وقت فراغنا. فنحن يا اخواننا نحن بنكتب ونعمل الحياه دي في وقت فراغنا، لانه الناس في البلاد دي بيفرغوهم، والعائد المادي بتاعهم بيفرغهم عشان يتفرغوا عشان يكتبوا كتاب ورا كتاب ورا كتاب. لكن احنا صحيح. ما عندنا انت بتطبع الكتاب وتخسر عليه، صح صحيح، وعندك اولادك منتظرينك واهلك منتظرينك حتكتب من وين. فالاشياء دي طبعا مربوطه بالحضاره بتاعت البلد وقيمه الانسان. هناك الكاتب ما عنده قيمه ماديه، التاجر بتاع السجانه عنده قيمه اكثر منك لانه غنيان وعنده كريسيدا ولا ناي شنو الحياه الكبيره دي كان ما بعرفها، وغير يعني وانت ماشي بكرعيك وتركب من حافله لحافله يا اخوانا. فخلينا نكون واقعيين شويه، لما نفرض انه الكاتب يقدر يفرغ ويقدر يدخل قروش من الحي اللي يعيش بها اولاده، بعد ذاك نقول اللي يكتب زي ما داير. صحيح. خليكم بعافيه. شكرا يا دكتور، يا عبرت عننا كويس. لو سمحت لي يا ياسين بس كلمة أخيرة للأخ وافي. ما أعرف الأخ وافي من السودان، قاعد معنا في السودان أنت؟ أيوة أنا في الفاشر يا أستاذ. طيب كويس والله. أنا بفتكر يا وافي أنت والشباب بتاعنا الثورة ديل حقوا برضو تنظم ملتقى زي ده مع عماد براتة لايف عشان ياخدوا الأفكار يعني وتنشروا قصة عطر نسائي
وتاخذوا الافكار وتتبادلوا الافكار منه يعني من داخل السودان يكون افضل يعني. ولو لجأت لي لتصلع بعماد براك انا ممكن اسهل لك الكلام ده. وانا غايت واكتفي على كده يا عماد ويا ياسين، وفرصه طيبه يا وافي ودكتور عبد المنعم، وشكرا لكم يعني، وتصبحون على خير. شكرا يا حسين على الطله الجميله دي. يديكم العافيه يا شباب. يعني انا يعني قمه يعني في قمه السعاده والله الليله كونه يكون يعني في يعني وسط الزهور مصور يعني مع وفي ودكتور عبد المنعم وعماد وحسين ودكتور عبد المنعم اللي هو طلعوا بي يعني مبسوط جدا من القعده، وقال حيمشي يقرا الروايه ويعني فيعني صراحه يعني دي نحن دايرين تكون البدايه. وفي انتوا ده طبعا تنظيم الحاجات دي شغلكم وده حاجاتكم وكده، فنحن دايرين الحاجه دي بس فتحنا الباب الليله كده عشان بعد ذاك الحاجه دي تكون حاجه جميله. يعني انا في كنت متمني ان عندنا صاحبنا اشرف الدقوني يا اخي الله يديه العافيه. اشرف طبعا مهندس سوفت وير انجينير هنا معانا في بريطانيا، فمن عائلة الدقوني يعني، فكنت متمني برضو يكون معانا لأنه برضو طلع صغير ومشى قاعد في ألمانيا وقرى ويتزوج هناك وبعد ذلك جاء هنا بريطانيا، فكنت متمني برضو يكون داخل معانا في الحتة دي، وراجل بيعزف عود يعني، وإن كان هو زول شوية كده شاي يعني زول خجول وكده يعني، لكن كنت بتمنى يعني. فإن شاء الله الحاجات دي إن شاء الله حتتواصل يا عماد، وإديك العافية. الله يخليك يا ياسين، وانا طبعا يعني ما قاعد احب اللايفات والاجواء زي دي، قاعد اتزوغ منها، واللقاءات قاعد اخاف منها، مش قاعد يعني قاعد انكمش منها، لكن طبعا لما قلت لي انت شجعتني انت لانه صح يعني. شكرا لكم. شكرا على وقتك يا استاذ. ما شكرا لكم كثير يا اخي، شكرا استاذ عماد، وشكرا ياسين على المبادره، وفي ما شاء الله مداخلات جميله. شكرا لك يا وفي، شكرا لك كثير. طارق باشمهندس طارق حبيبي دكتور ياسين الجاي دارينا معاك انت كمان طلع روايه وفي. ايوه طبعا. ايوه يا طارق الجاي تعمل لنا مع الجاي تعمل لنا مع دكتور ياسين عليك الله، او يعمل بركه مع 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 دكتور ياسين ان شاء الله المره الجايه. خلوا لنا في امسكوا في عماد ده، لما عماد ده والله زول يعني ما بتمل منه عماد ده يعني. عماد تتذكر لما بيجيني تبيت معي في كنت بتقول شنو عن الفول؟ انت قاعد تقول عن الفول، فطبعا الفول في هولندا يعني صعب جدا معلب، ما فول السودان ذاك. فياسين ده قاعد يجتهد يجيب طعميه ويجيب جبنه، فبعد ما يخلص منه يلقاه انه ما تزبط، ما فول مزبط، يقول له والله الحسنه ما بتنفع فيه كله. شكرا جزيلا يا استاذ يا دكتور ياسين وكل شكرا لكم يا اخوانا معنا في الفيسبوك. ان شاء الله ده ما يكون اول او اخر جلسه لمناقشه او لتفاكر، بدايه للجلسات المستقبليه ان شاء الله. وشكرا جزيلا، في امان الله. شكرا لكم، شكرا لكم، مع السلامه. السلام عليكم.